السلام عليكم جميعاً، أنا حسنين موسى نائب الرئيس في SBE ميسان شابتر. اليوم نرحب بكم بمحاضرتنا وبشابترنا وبالأستاذ الكبير خالد الساحلي، أستاذ غنى عن التعريف، وبمحاضرته المتميزة لهذا اليوم من ضمن البرنامج التدريبي. محاضرتنا اليوم هي Gas Tolerance Management Advanced Well Control. لك المايك أستاذ خالد، تفضل. شكرا باشمهندس على هذه المقدمة، وشكرا أيضا على إتاحتكم فرصة طيبة لكي تكونوا منبر لنشر العلم والمعرفة لشبابنا. شكرا لك أستاذنا الغالي. طبعا أنا تعاونت مع شابتر SBE ميسان أكثر من مرة، والحقيقة يعني جهد يشكر لهم في نشر العلم والمعرفة على الرغم من الظروف الصعبة وأيضا محدودية الإمكانيات. شبابنا طبعا نحن أطلقنا برنامج تدريبي 2024، حبينا نختم به 2024 يعني ختامها مسك لعل وعسى، وإن شاء الله بإذن الله يكون 2025 هو عام خير ورخاء وثبات واستقرار في كل دولنا العربية. حاولنا أيضا من خلال هذا البرنامج أن نختار مواضيع مهمة تهم كل مقبل على سوق العمل وتهم أيضا كل طالب. الغرض الأساسي من تصميمنا لهذا البرنامج التدريبي ربما يكون جاء في عجالة، لكن إن شاء الله راح يكون في أفضل صورة ممكنة. اعتمدت في تصميم البرنامج على شيئين اثنين. الشيء الأول أنه يكون عن طريق الجهات الـSBE، الجهات اللي يعني المعترف بها والمعتمدة، حتى لما تصدر شهادة من أي SBE يكون لها وجود ويكون لها تقل أيضاً في السي في او في السيره الذاتيه اللي بتقدمها للشركات، الى جانب حضور شركه الجوب. طبعا راح تكون هناك قائمه باسماء اللي يجتازوا الامتحان ويتحصلوا على الشهادات، حتى لو حاولت اي شركه ان هي تتاكد من الشهاده فيكون عندها مصدرين، الـSBE وشركه الجوب للخدمات النفطيه. الامر الاخر اني انا حاولت ان تكون عناوين جديده وعناوين مميزه. من خلال هذه العناوين حقق شيئين اثنين. أول شيء نقدم معلومة جديدة لشبابنا، يعني نحن كررنا في السنوات السابقة كورسات على سوائل الحفر وكورسات على الحفر، لكن مرة هذه نحاول كيف نختار مواضيع جديدة بعناوين جديدة لغرض أولا إطراء المعلومات لشبابنا، يكون عندهم معلومات جديدة، وفي نفس الوقت أيضا نتري السيرة الذاتية بكورسات جديدة وبشهادات جديدة. ربما في مجموعة من الشباب أخذين كورسات عندي من قبل، سواء كان عن طريق الـSBE أو عن طريق شركة الجوب في الحفر وفي سوائل الحفر، لكن الآن حاولنا نختار مواضيع مهمة جدا لها علاقة بالويل كنترول، لها علاقة أيضا بالحفر المائل وغير غير ذلك. وفي نفس الوقت حاولنا نحن ندخلوا أدفانسد، أمور متقدمة حتى من ناحية المسمى في الشهادة، حتى لما تقدم أنت لشركة وجهة عمل يلقى عندك مثلا شهادة متقدمة يقول أنك أنت اشتغلت على نفسك وطورت نفسك واستفدت من الوقت اللي أنت موجود فيه في زيادة المعلومات. فربما بعض يعني كان يسأل فيه يقول لي كلمة أدفانسد ربما صعبة شوية، لأن أنا مثلا بيزك وأنا ما عنديش معلومات أساسية عشان ننتقل للأدفانسد. لا، أنا نحب نطمنك ونبشرك أن كلمة أدفانسد لا تعني بالضرورة أن يكون عندك أنت باك جراوند قوي، لا بالعكس، نحن مرات نقدمه الأدفانسد وفي نفس الوقت راح ندخله نعطي المعلومة الأساسية، لا أذهب إلى المعلومة المتقدمة إلا ما يكون عندي المعلومة الأساسية ونقدم لك المعلومة الأساسية. فهذه مقدمة بسيطة عن موضوعنا، وإن شاء الله الكورسات القادمة راح تكون أفضل وراح يكون بإذن الله عناوين مميزة وأحسن. اليوم طبعا اخترت لكم عنوان جديد اللي هو الكيك تولرنس مانجمنت. الموضوع له علاقة بالويل كنترول، ونحن نعرف أن الويل كنترول هو الشبح اللي واجهنا طبعا في الحفر وفي موائل الحفر وفي البرودكشن وفي الكومبليشن وفي الوركوفر. دائما الويل كنترول هو الشبح اللي واجه مهندسي الحفر ومهندسي النفط والجيولوجيين والجيوفيزيائيين بشكل عام. طبعا الى جانب الاشباح الصغيره الاخرى زي فقدان سائل الحفر وزي الستك بايب والديفرنشال ستيكينج والى غير ذلك، بس الويل كنترول هو الاصل وهو الاساس. والشركات الان تتجه الى ان هي تحب توظف شخص مش بالضرورة يكون عنده IWCF، لكن يكون عنده اشتغل على الويل كنترول، طور نفسه، عنده المعلومات الأساسية، ولو يحب يكون أيضا اشتغل على المعلومات المتقدمة.
فمش بالضروره انه يكون عندك اي دبليو سيف، خاصه انها تو اصبحت مكلفه شويه نتيجه ظروف اقتصاديه مر بها العالم، بس انت مرات تشتغل على اساس اي شهاده تخدم الويل كنترول تكون موجوده عندك في التور بوكس بتاعك او صندوق معداتك، حتى لما تقدم على الشركه يقولوا انك انت اشتغلت على نفسك وفعلا انك انت طورت نفسك يستحق ان احنا نستثمر فيك. الكيك تولرنس، نعم اسف على المقاطعه بس الحضور يقولون الصوت ناصي، يا ريت لو تعلي صوتك ستار. فيش اي صوت، انا من عندي حاولت اعلي لكن يمكن عندي مشكله في الكنترول شويه، بس ترجع يذكرونا بالشات. لا تمام تمام، انت الصوت عندك واضح استاذ؟ يعني شوي ناصي الصوت استاذ يمك شويه لحظه. صوت بعيد على المايك، رح نعدل شوية. صوت الآن واضح أمسى؟ نعم استاذ واضح، عشتيدك استاذ. كويس ممتاز الحمد لله، يمكن عندي مشكلة أنا كنت في المايك. تمام، أنا تو عندي إشكالية في العرض، العرض ما راح مني، نشوف العرض الآن موجود؟ لا لا استاذ ما موجود الآن. نعم نعم الآن موجود استاذ. أوكي خلينا على بركة الله، آسف جدا طبعا اللي ما سمعش مني أو ما سمعش المقدمة، عادي يعني المقدمة مش ذات أهمية كبيرة، لكن مهم رح نبدأ الآن في الحديث عن موضوع مهم جدا وموضوع كيك تولرنس مانجمنت. للأمانة الموضوع كان كبير صراحة، فاضطريت أنا في النهاية أني نقسم الموضوع إلى جزئين أو إلى محاضرتين. طبعا باش مهندس ما قلت لاش على المعلومة هذه، لكن رح نعطي الجزء الأكبر الآن، ورح يقعد عنده جزئية بسيطة اللي هي تطبيقية نحاول كيف يكون في يوم آخر إن شاء الله نقدمها لكم، لأن الموضوع كان كبير وضفت عليه معلومات واجدة، حاولت أني نختصر لكن نقول حرام هذه نحولها، حرام هذه وجودها مهم، هذه وجودها فهم. فلقيت عندي البي دي اف وصل لعند 35 ورقة، وهذا صعب حتى علي وقتكم وأيضا حتى علي المدة الزمنية لفهم المحاضرة. عموما الكيك تولرنس مانجمنت لها علاقة بالويل كنترول، نحن في هذه المحاضرة إن شاء الله رح نتكلموا على مواضيع الأساسية اللي عندنا، المواضيع الأساسية اللي هي الأندر هاند. سيتحرك العرض؟ العرض في حركة؟ إيه نعم أستاذ موجودة. يتحرك يعني يتقلب الصفحات وكيف؟ إيه نعم نعم أستاذ. تمام ممتاز. في هذه المحاضرة إن شاء الله رح نتكلموا على مفهوم الكيك تولرنس، ورح نتكلموا أيضا عن بعض المفاتيح أو بعض المعلومات المهمة على الكيك تولرنس اللي هي تأثر فيه أو بشكل عام على السلوك الغاز، وأيضا رح نفهموا ليش نحن ضروري نعرفوا الغاز تولرنس أو أحيانا نسموه الكيك تولرنس، وأيضا شن هي الاستراتيجية أو الاحتياطات اللي راح نستخدموها مع ظهور الغاز في البير اللي هو أثناء الحفر أو أثناء الكومبليشن أو الوركوفر. راح نتكلموا أيضا على بعض المعلومات المهمة كتمهيد للدخول في الموضوع الرئيسي، راح نحسبوا ارتفاع الغاز لما يطلع عليه الغاز في الأنيولر في البير، راح نعرف كيف يمكن نحسب ارتفاع بتاعه أو المسافة اللي هو قطعها، وأيضا نوعية الغاز اللي كان، يعني هل هو مرات يكون مش غاز اللي طالع عليه، مرات يكون ماء، مرات يكون أويل، كيف نحدد الكلام. ورح ناخذ مصطلح اخر اللي هو التولرنس فاكتور، وهذا مهم جدا، ورح نعرفوا ان احنا ايش رح نستفيدوا منه. اكيد رح نستفيدوا منه في الماكسيمم سيرفيس بريشر، كيف نحسب الماكسيمم سيرفيس بريشر من التولرنس فاكتور، ورح نتكلموا بشكل عام على بعض المعطيات والعوامل اللي تاثر في الكيك تولرنس. تمام، عشان نبتعدوا عن التعقيد والفلسفه الزايده والكلام اللي ربما عباره عن حشو معلومات، الغاز تولرنس هو كمية الغاز اللي تطلع عندي في الأنيولر واللي أنا نقدر نسكر عندها البير وندير لها عملية سيركوليشن تدوير أو تحريك بدون أن يصير عندي فراكتشر في الفورميشن أو يكون عندي تكسير في الفورميشن. بمعنى آخر الغاز تولرنس هي كمية، طبعا رح نفرض أن عندي غاز طلع عليه أو صار عندي كيك أو فجأة صار عندي غاز، فضروري نعرف كمية الغاز أو الكمية المسموح بها، لأن طبعا كلمة تولرنس هي السعة أو هي السماحية. فالغاز تولرنس هي كمية الغاز
اللي انا نقدر نحركها ندير لها سيركوليشن، اللي انا نقدر نشتغل فيها، ندير شت ان للبير وندير الكل مود ويت ونشتغل باريحيه دون ان يحدث عندي فراكتشر او تقصير كبير للفورميشن. لان مرات لما يطلع عندي الغاز خلاص صار عندي غاز، معناه في عندي كميه غاز طلعت من الفورميشن. فلما نجي ندير اي بروسيجر او ندير اي اجراء ربما ندير اضافه للضغط ونسبب في تلف او تكسير الطبقات مره اخرى، وهيك بدل ما نبدا في عزاء نبدا في عزائين. فالمقصود يعني حتى لخص لك الكلام الانجليزي اللي كتبته هذا كله، ان المقصود بالغاز توليرنس او سماحيه الغاز، اذا يعني كان صح التعبير او صحه الترجمه، سماحيه الغاز هو كميه الغاز اللي أنا نقدر نتعامل معها في البير لما يصير عندي كيك أو يصير عندي بلو أوت أو يطلع عندي الغاز. هذه الكمية نقدر نتعامل معها، نشغل عليها المضخات، ندير لها سيركوليشن، ندير لها عملية تدوير، نقدر أننا مثلا نتحكم فيها وندير عليها كنترول. هذه هي المقصود، دون أن يحدث تكسير للطبقات أو دون أن يحدث ضغط إضافي على الفورميشن براشر أو على الفورميشن يسبب عندي فراكتشر. هذا هو المقصود بالغاز تولرنس. مهم جدا أني أنا نفهم الغاز تولرنس لعدة أسباب رح نتكلم عليها هنا في الاستراتيجية أو أهمية فهم هذه، لكن قبلها طبعا بشكل عام يهمني نعرف الغاز تولرنس لعدة أسباب. أول شيء عشان نقدر ندير بروسيجر معين، نقدر مثلا نتصرف، نقدر ندير علاج فعال. مثلا ربما يكون عندي مشكلة الغاز اللي طلع علي هو مد ويت منخفض، فربما يكون عندي وقت أننا نزيد المد ويت ونضيفه وندخل البير بحيث أننا ندير كنترول على الغاز اللي طالع من الطبقات. نحن لو نرجع بالدراسة السابقة نفهم أن ليش طلع علي غاز في الغالب، يعني لما يكون عندك حفر ديما انت تسعى ان يكون عندك الهيدروستاتيك براشر يا اما يساوي الفورميشن براشر او يتغلب عليه بشكل بسيط. فورميشن براشر مقصود به هو ضغط الموائع الموجوده في الطبقات، تكون اويل، تكون ووتر، تكون غاز، المهم هذه الموائع الموجوده في الطبقات واقعه تحت ضغط. فانا لما نجي بنحفر هندسيا ضروري يكون عندي هيدروستاتيك براشر اللي هو الضغط عمود سائل الحفر في البير يكافئ الفورميشن براشر او يتغلب عليه بنسبه بسيطه، بحيث اننا نمنع خروج الغاز. حتى لو حاول الغاز او الفلويد او الموائع ان هي تطلع فمش راح تقدر تطلع، لان المد ويت او الهيدروستاتيك براشر الضغط اللي يمارسه عمود سائل الحفر في البير على الطبقات اقوى من الفورميشن براشر. فنستمر انا بالحفر باريحيه حتى اصل الى الكيسنج بوينت وننزل عندي الكيسنج، وبالتالي ندير تغليف كابسوليشن للتجويف، وهيك نكون قضيت على قصة الفورميشن براشر نهائيا. لما نقوله هيدروستاتيك براشر معناها نتكلموا على المد ويت، يعني المد ويت هو هيدروستاتيك براشر، معادلة الهيدروستاتيك براشر 0.052 في المد ويت في الترو فيرتيكال ديبت. الترو فيرتيكال ديبت يعني ثابت عندك ما يتغيرش، لكن المد ويت هو اللي انت تقدر تتلاعب فيه وتغير فيه وتزيد فيه. اثناء عملية الحفر يحرص مهندس الحفر او مهندس سوائل الحفر على انه يكون المد ويت في المدى المطلوب. يقول لك والله البير هذا لو ضروري نحفروه بمد ويت 9.5. ليش 9.5؟ لأنه راح يوفر لي هيدروستاتيك براشر مقداره وكذا، هذا الهيدروستاتيك براشر راح يدي لي عملية إكوليبيم للفورميشن براشر، راح يعادل لي الفورميشن براشر وبالتالي يتغلب عليه. فكيف عرفت أنت الفورميشن براشر؟ والله الجيولوجي والجيوفيزيائي والدراسات السيزميكية أعطتني المعلومة هذه. لكن نحن في أثناء الحفر بشكل عملي مستحيل تحافظ على المد ويت كما هو، لأنه يصير في ظروف مختلفة، ربما يغلط المد الجنير في إضافة مواد كالسيوم كربونيت أو البرايت، ربما ما يعرفش يزيد المد ويت، ربما المد ويت يهرب منك بشكل أو بآخر، دخول ماء، دخول أي شيء للبير. لكن المشكلة الكبيرة اللي تواجهك والتحدي الكبير اللي يواجهك لما تضطر إلى رفع المد ويت، يعني مرات في احيانا تضطر لرفع المد ويت مش لانك انت تبي تعالج الفورميشن براشر، ولكن مرات تبي تعالج الفورميشن من التساقط اللي يصير له مثلا والشاوت للبير. احيانا نحفر شيل ويبدا عندي السلافنج بشكل مفاجئ يتساقط، فيقول لك لا والله يزيد المد ويت شويه على خاطر نحن نديره كنترول على الشيل المتساقط، ولما نرفع الويت مرات نسبب فراكشر البراشر ويصير عندي ويل كنترول او يصير عندي كيك. واحيانا اخرى يجيك المهندس الحفر ويقول لك والله لا نحن ضروري ان نحن ننزل المد ويت شويه. ليش ننزل المد ويت شويه عن القيمه المطلوبه؟
مثلا انت كم مد ويت في البروجرام 9.5 يقولك بالله نزل لنا خلينا 9 ليش؟ يقولك لا والله خشين الفورميشن حساس وربما المد ويت العالي يسبب فراكشر الفورميشن ويصير عندي لوسز، وبيقول انا 9.5 انا بدير بها كنترول على الفورميشن البشر. فهنا تبان خبره المد جنيرة وتبان خبرة المهندس الحفر ويحاول أن يصير في عندك توازن ما بين الاثنين. تمام. إحنا لما يكون عندي الهيدروستاتيك براشر يصير لدروب أو الفورميشن براشر يتغلب على الهيدروستاتيك براشر، هنا يصير عندي خروج الغاز، يصير عندي كيك، يصير عندي بلو أوت، يبدأ الغاز يتدفق من الطبقات إلى داخل البير نتيجة لانهيار خط الدفاع الأول اللي هو الهيدروستاتيك براشر. وقد ينهار خط الدفاع الأول لعدة أسباب زي ما ذكرت، من ضمنها أخطاء بشرية، مثلا ويت صار انخفاض، دخل عليك ما صار عندك ليكج في داخل السيستم، أحد خلالك الصمام بتاع المية مفتوح، دخلت مية للمد طاح الويت، أنا مية 8.30 بي بي جي. في الغالب ديما الأخطاء تصير مية، أو ربما أخطاء هندسية أو توقعات غلط، مثلا الجيولوجي كان حاسب فورميشن برشر كذا، نحن طلعنا أقل من اللي حاسب الجيولوجي أو أكتر، وبالتالي فشلت عملية التغلب على الهيدروستاتيك على الفورميشن بريشر. شن هي العوامل اللي يعتمد عليها او المفاتيح الاساسيه او النقاط الاساسيه لما نقول لك جاز توليرنس؟ حط في اعتبارك اللي هو كيك وخروج الغاز. تمام. اول شيء الدريننج فلويد بروبرتيز، طبعا اهم شيء وديما انا نقول فيه الكلام هذا ان المد او الدريننج فلويد هو العمود الفقري وقلب عمليه الحفر. اي شخص يبي ينجح في مجاله، اذا كان جيولوجي تبي تنجح في مجالك او جيوفيزيائي، نحكي بشكل عام على فريق الحفر، سواء كنت جيولوجي او جيوفيزيائي او بتروليوم انجينير او اي تخصص له علاقه بالحفر ومواعي الحفر بما في ذلك الكيسنج والسمنت، ضروري يكون عندك خلفيه قويه على المد، لان بروبرتس المد وخواص المد داخله في كل الاعتبارات. وين ما تمشي تلقى قدامك فيسكوستي، تلقى قدامك مد ويت، تلقى قدامك بلاستيك فيسكوستي، البوينت جل والى غير ذلك. فالمد خواصه مهمه جدا، كل يعني خاصه المد ويت، المد ويت العالي يسبب لك ظهور غاز يكسر لك الطبقات. برضو الجل سترينت لما يكون عندك كميه الجل مرتفعه، اللزوجه مرتفعه، كل هذه الامور تاثر لك على الطبقات وتسبب لك في الفراكتشر براشر او الفراكتشر للفورميشن، وهنا يصير عندك تدفق غاز من الطبقات الى داخل البير. الويلبور براشر مانجمنت ايضا هذا مهم جدا في الكيك بشكل عام وفي الجاز تولرنس. الويلبور براشر مانجمنت هو تحكم ومراقبه ومتابعه الضغوط اللي هي موجوده في داخل البير، اللي هي عدد كبير جدا زي الفورميشن براشر، زي الفراكتشر براشر، زي الهيدروستاتيك براشر، الاي سي دي كويفرنس سيركوليتك درس اللي هي خط الدفاع الثاني والاخير، واللي هي عباره عن يعني الاي سي دي هو الوزن مائع الحفر اثناء عمليه تدوير سائل الحفر، الى جانب ذلك السرج براشر والسواب براشر اللي هو الضغط اثناء سحب الانابيب والضغط المتولد اثناء انزال الانابيب، حتى هذا يسبب لي عمليا مشكله. ايضا عندي الفورميشن خواص الطبقات، خواص لما تجي تحفر انت ضروري تعرف يكون عندك باك جراوند معلومات مسبقه على الطبقات، هل الطبقات هذه هاي بروستي هايبر موبيليتي، ربما انت عندك في مثلا على سبيل المثال لايمستون متوقع ان يكون فيه فلويد، دائما نحن لما نحفر اللايمستون في الغالب يعني بالخبره العمليه يقول لك حاول يكون ويت عندك اقل ما يمكن، ليش؟ لان اللايمستون هاي بوروستي ومرات يصير فيه فراكتشر ويصير فيه تكسير، وهو مشهور اللايمستون انه يصير فيه طبعا لوسز، فضروري يكون عندك معلومات سابقه على الفورميشن وعلى الاريا وعلى الصخور وعلى انواعها وعلى نسبه البوروستي والهايبر موبيليتي، وهذا امر متعلق بالجيولوجيين والجيوفيزيائيين. رقم اربعه الخبره العمليه وتطبيقات العملية. أنت أكيد يعني لما جيت بتحفر في منطقة وهذا نوع من أنواع اكتساب الخبرة أو تكون موجود في أريا معينة، ضروري تحاول أنك أنت تشوف تاريخ أو الهيستوري بتاع الأريا. هي يعني زماننا لما كنت تمشي لأريا جديدة أول حاجة نديرها نعدي ندور الريبورتات السابقة لمن كان قبلي في هذه الأريا، نشوف الريبورتات بتاعاتهم سواء كان دريلينج فلويد، شنو المشاكل اللي صارت لهم، وين الأمور اللي واجهتهم، مثلا شنو صار عندهم مثلا عند الدبت معين 3000 صار عندهم لوسز، أوكي أنا معناها عند
3000 ناخذ احتياطي سواء صار ولا ما صارش، عند 5000 صار عندهم كيك، عند 7000 اضطروا انهم هم غيروا سائل الحفر من ووتر بيز الى اويل او من اويل الى ووتر على حسب يعني شنو المشكله. فضروري يكون عندك خبره عمليه وتسال الناس شنو صار عندي انا شنو كذا. فهذه امور مهمه جدا للتحكم في البير، وفي نفس الوقت معرفة كيف إنه يمكن ندرس سلوك الغازات اللي طالعة أثناء عملية الكيك. تمام. الآن ليش نحن مهتمين بالغاز تولرنس في أثناء عملية الويل كنترول؟ مهتمين لعدة أسباب. أول شيء لما يطلع عندي الغاز أو يبدأ الغاز بالتدفق ضروري نعرف الكمية المسموح بها أو الكمية اللي فيها سماحية، يعني الكمية من الغاز اللي نقدر أنا نقدر نتعامل معها، ندير لها سيركوليشن، نطلعها، نسكر عليها البير، بحيث أن نوفر أمن وأمان للعاملين الموجودين على الفلور أو على الرق. يعني راح يصير عندي كيك وراح نسكر البير، تمام، ونقولهم يا شباب رو في إمكانية أن احنا مثلا نزيد الويت شوية، راح نزيد أنا الويت شوية وبعدين نفتحوا الفلفة ونبدأ ندخله في المد، وفي نفس الوقت نديره سيركوليشن ونفتحوا الريتيرن اللي هو الراجع ونطلعوا المد الملوث اللي هو فيه الغاز أوت. كويس، الكرو راح يقول لي بقى انت من قال لك ان العمليه هذه تنجح؟ المرات نصبوا الى الرق نطيروا نحن والرق لان هذا غاز ما فيش معاه لعب. فهذه من الامور المهمه جدا اننا نوفر الامن والسلامه للشباب، نقول لهم لو عندي كميه معينه اللي هي حوالي 80 برميل او 85 برميل من الغاز مسموح لي اني انا ندير لها عمليه سيركوليشن ونشتغل عليها. لكن لو كانت الكميه مثلا اكثر من 85 لا اوكي، معناها شباب ابتعدوا عن الرق لان المشكله خطيره وتخش عمليات اخرى البي او بي وكذا. فلما ندرس انا سلوك الغاز او نحدد كميه الغاز المسموح بها اننا نتعامل معها نوفر الامن والامان والسلامه للعاملين وأيضا لكل من هم موجودين على الرج فلور. برضو أيضا رقم 2 الأمور الاقتصادية أو العوامل الاقتصادية. أنا لما نوفر أنا نعرف كمية الغاز اللي نقدر نشتغل عليها نقدر نوفر تكاليف باهظة ونقدر نوفر عمليات أخرى لا داعي لها. لأن مرات يطلع عندي، أنا صارت لي هذه كم مرة، يطلع معايا غاز ونكتشف أن في كمية غاز أو بدل غاز يتدفق عندنا، فطول لي أول إجراء نحن المتعارف عليه نديروه أن نحن نزيد المدويت. باهي أثناء عملية زيادة المدويت هل البير ينتظر حتى أنا نزيد المدويت؟ يعني أكيد أنا لما يصير عندي غاز مسكر نبي ندير شت إن للويل ونبدأ نشتغل على البي أو بي، لكن أحيانا هذه يعني ومرات ما يعطينيش فرصة بكر، يعني مرات يطير الرق وتصير عندي مشاكل. لكن عملية إغلاق البير أثناء خروج الغاز ونبدأنا على طول نخلط في نزيد في نرفع في الويت ونضخ فيه للبير، هذه تعتمد على أنت كيف تحسب كمية الغاز اللي تقدر أنك أنت تتعامل معها أو كمية الغاز اللي تطلع في البير وأنك أنت تقدر تتعامل معها، بحيث أن في فرصة أننا نزيد الويت وندخله للبير، وبالتالي مرات الموضوع يستحق أننا نرفع الويت كل مد ويت أو مرات نرفع الويت ونقتل البير وانتهت القصة. ما فيش داعي لعام برامج كبيرة وشركات أخرى وفصل وسكر وكذا وضخ، مرات الحل عندك أنت بعملية بسيطة. فالأمر الآخر زي ما تكلمنا يعني حماية أيضا مش شرط يكون للعاملين اللي هم عرق، أيضا الحماية تكون كذلك للناس للبيئة والمحيط بالكامل، هيك راح نوفر حتى حماية البيئة من تلوثة بالغاز. يعني بعض الغازات نقدر ندير عليها كنترول بشكل مبكر ونحل المشكلة بشكل مبكر بدلا من أني أنا ندير عملية يصير عندي كيك عنيف وبلو آو وتطلع كميات كبيرة من الغاز وتسبب لي في مشاكل بيئية نحن في غنى عنها. إذن نحن تكلمنا على الكيك تولرنس وقلنا طبعا هذا كله جزء نظري، ما زال رح نبدأ الآن نخش في الحسابات. الفكرة الأساسية من الغاز تولرنس هي أنك أنت تحسب كمية الغاز اللي تقدر أنت تشتغل عليها وتقدر تسكر عندها البير وتقدر تدير عندها سيركوليشن التدوير، القصد من التدوير أنك أنت تضخ مد جديد أو تدخل مد جديد وتدورها الكمية هذه اللي طلعت من الغاز وتدير لها أو تطلع برا من البير، تطلع برا حتى من السيستم وتردهاش السيستم تاعك عشان ما تديرش عملية تلوي. طبعا الكلام اللي نقول فيه بالعربي هو ترجمة هذا الكلام باللغة الإنجليزية، أنا اللي نشرح لك فيه الآن هو بالكامل موجود في هذا في هذا البيبر يعني او في هذه الورقه نترجم لك الان في هذا الكلام. اخيرا عشان ننهي جزء النظري ونبدا في الحسابات، كيف الاستراتيجيه الرئيسيه سواء كان ضد الكيك تولرنس او ككيك بشكل عام او كبلو اوت بشكل عام، شنو الامور الاستراتيجيه اللي انا ضعها في اعتباري او شنو هي الخطوات او الاجراءات الوقائيه اللي انا ضروري نتبعها بحيث نحمي البير
من الكيك بشكل عام، أو حتى من ظهور أو بداية ظهور أو تدفق الغازات إلى داخل البير. أول شيء ضروري يكون عندي selection mud weight بشكل صحيح، يعني اختار mud weight المناسب وأيضا البروبرتس المناسبة، لأن في بعض الحالات يعني نحتاج إلى mud weight مثلا high mud weight وعشان ندير control، وفي بعض الحالات أنا نبي هاي فيسكوستي مدوي لزوجة عالية عشان ننظف البير، بس اللزوجة العالية راح تسبب لي تلف لطبقات، لأن بعض الطبقات الحساسة تأثر على المدوي، على الطبقات الحساسة المدويت العالي يأثر في الطبقات الحساسة ويصير عندي فراكتشر ويصير عندي لوسز، ومرات اللوسز يتبع كيك. فضروري دائما يتم اختيار المد المناسب والخواص المناسبة، وهذه تعتمد على مهندسي تصميم سواء الحفر ومهندسي الحفر المصممين وعلى الخبرة المتراكمة أو الخبرة السابقة في هذا المجال. الريال تايم مونيتورينج، ضروري يكون عندي المراقبة الحقيقية للضغوط، وهذا موضوع مهم جدا، ضروري الشخص يراقب بشكل حقيقي أو بشكل صحيح وفي التوقيت المناسب والتوقيت الصحيح الضغوط. نحن عملية مراقبة الضغوط أنا أكاد يعني نشوف فيها مهملة، إن لم تراقب الضغوط فحسبها، هاو كيف أنك أنت تكون دائما تحسب الضغوط وتتبعها، سواء ستاند باي براشر، البومب براشر، سيرج براشر، سواء براشر، فركتش براشر، فورميشن براشر، ضروري تبدأ عمليا تتابع في الضغوط خاصة هيدروستاتيك براشر والإكويفالنت سيركوليتنج دنسيتي اللي هي الإي سي دي خط الدفاع الثاني والأخير، فضروري ديما تتابع هذه الضغوط وتراقبها، لو حدث لها نقصان أو انخفاض تعالجها بشكل مبكر. استخدام طبعا البي أو بي اللي هي الجهاز الكبير الموجود أعلى البير اللي هو أسفل الفلور، واللي هو مهم جدا لما يبدأ أو تحس أنه بمجرد تطلع عندك الغاز تدير على طول عمليا القفل وتاخذ الإجراءات، وأيضا تستخدم كواشف الغاز اللي موجودة، كواشف الغاز اللي تقرا لك نسب الغاز سواء كان الكواشف الموجودة في منصة الحفر أو الكواشف اللي عند الجيولوجي أو الجيوفيزيائي. طبعا في ملاحظة مهمة جدا اللي هي ضروري تنتبه لها، أن الحفر لا يخلو من ظهور الغاز، يعني لما نجي نحفر سوايا الحفر أنا كمود انجينير مثلا أو كدريلينج فلود انجينير نقرأ في غازات، يعني نقيس ندير في تستات وندير في اختبارات ويطلع عندي كمية كربونات عالية وكمية باي كربونات عالية ونقرأ في مؤشرات غازات، بس في أنواع للغازات، في الغازات اللي هي تطلع بكميات بسيطة واللي هي غازات نورمال موجودة يعني ما فيش منها مفر، ولكن في غازات تطلع بكمية كبيرة يقرأ الجيولوجي والجيوفيزيائي بكميات معروفة يعني 80 برميل 60 برميل تقدير لهذه الغازات، فهنا طبعا أنت تبدأ تشتغل على الحسابات وتشوف كمية الغاز تقدر تدير فيها تتحرك فيها، وفي طبعا كم في عشت تلحق حتى تحسب كم عندك كمية غاز البير ينفجر بشكل مفاجئ، ماش في حتى إمكانية أنك أنت تدير حساباتك. فالغازات مصاحبة دائما لعملية الحفر، يعني حتى لما تخش للجيولوجي تلقاها في المد لوجر تلقاها يقرأ في C1 وC2 وC3 خاصة لما تقرب شوية من الرزفوار أو تقرب من المناطق اللي موجود فيها الغازات، وانت كمد جنير تقدر أيضا تحسب الغازات عن طريق ارتفاع نسبة الكربونات والبايكربونات اللي هي جاية أصلا من الغازات الهيدروكربونية. خلاص نحن ندور الآن الفكرة الأساسية عندنا، وهي ان الغاز توليرانس المقصود به هو كميه الغاز اللي انا او كميه الغاز المسموح بها اللي نقدر نتعامل معها، ويصير عندها شت نسكر عندها البير وندير لها عمليه تدوير وندير لها عمليه سيركوليشن بدون ان اسبب اي كسر او تكسير للطبقات اللي موجوده في داخل البير. تمام، اول شيء عشان نقدر نفهم هذا الموضوع بشكل صحيح عندي اول حسابات او اول مصطلح اللي هو الكالكوليت انفلكس هيت اللي هو ارتفاع الكمية الغاز. طبعا لما يطلع عندك الغاز من الفورميشن، تخيل معي هذا بير، هذا كله دريل بايب الاملس هذا بالكامل دريل بايب وهذا الكيسينج، وطبعا هذا الجزء هذا يقولون له بي اتش اي اللي هو عاده يكون دريل كولر ومضاف اليه الهيفي ويت دريل بايب، هذا يقولون له بي اتش اي، ودائما الدريل بايب حتى في المسائل وفي الحسابات دريل بايب جزء منه موجود في الكيسينج وجزء منه موجود في الأوبن هول، واللي تحت الكيسنج هذا يقولوا له أوبن هول. الآن لنفرض أن نحن حفرنا ودخل عليه غاز من الفورميشن، والغاز طبعا يبدأ في الأول يعبي الأوبن هول ويبدأ يرقى فوق بشوية، يعني يبدأ يزيد ارتفاعه، هذا الارتفاع يقولوا له الانفلكس هيت اللي هو ارتفاع الانفلكس. الانفلكس مقصود به هو أي شيء يطلع من البير سواء كان غاز أو كان أويل أو كان ووتر إلى غير ذلك.
فنحن هنا نبو نحسبه فرضا صار عندي خروج للغاز ونبي نحسب ارتفاع الغاز في داخل البئر، لأن هذا الارتفاع مهم رح نستخدمه في حسابات قادمة. فرح نستخدم هذه المعادلة اللي هي الانفلكس هيت. شو رح يساوي؟ رح يساوي البيت جين مقسوم على الانيولر كاباسيتي. البيت جين شو مقصود به؟ اللي هو الزيادة اللي صارت عندك في الخزانة. طبعا انت عندك سنسور على الخزانات وعارف المد بتاعك كم كميته. فرضا ان كمية المد بتاعي 500 برميل وعندي سنسور وعندي طرق مختلفة نحسب بها كمية المد الموجودة في الخزان، بس صار عندي جين. الجين هو زيادة في الفوليوم. الزيادة منين جت؟ جت نتيجة ظهور غاز. فالغاز هذا اللي طلع في البير قام بعملية دفع كمية من المد إلى السيستم، لأنه هو احتل مكان مد موجود في البير. فرح يصير عندي زيادة في الخزان. زيادة تقدر تحسبها وتقدر تكون عندك موجودة حتى في السنسور بتاع المد لوجر يحسبها لك على الانيولر كاباسيتي. الانيولر كاباسيتي هي السماحية الحلقية أو الفراغ الحلقي، اللي هي السعة، اللي هي عبارة عن الفراغ أو الفراغ ما بين الدريل كولر وبي اتش اي وما بين الأوبن هول أو ما بين الدريل بايب والأوبن هول أو ما بين الدريل بايب والكيسنج. هذه يقولوا لها الكاباسيتي اللي هي الانيولر كاباسيتي. الانيولر كاباسيتي برميل لكل قدم، هذه وحدة قياس. هناخد مثال، هذه الانيولر كاباسيتي برميل لكل قدم. بمجرد ما انت تتحدد الانيولر كاباسيتي في المكان هذا يكون عندك الارتفاع، تضربه في الانيولر كاباسيتي يعطيك كم فوليوم موجود في هذا المكان. تمام. ده انيولر كاباسيتي، يعني يقول لك هو الانيولر كاباسيتي هنا تعتمد على السايز بتاع الدريل كولر والسايز بتاع الدريل بايب وعلى حجم. طبعا احنا ما نقدرش نغيره اللي هو الاوبن هول، لكن انت تقدر تتحكم في الانيولر كاباسيتي عن طريق الاوت دايمتر او الاقطار الخارجيه لانابيب الحفر. خلينا ناخذ اكزامبل عشان نفهم الكلام. لنفرض ان مد جنير صار عنده زياده في الفوليوم مقدارها 25 برميل، والهول سايز 8.5 اللي يحفر به 8.5 انش، والاوتر دايمتر بتاع البي اتش اي اللي هو 6 انش، وطول البي اتش اي اللي هي 420 قدم. الاو دي البي اتش اي هي الاو يعني الاوتر دايمتر اللي هو القطر الخارجي للانابيب اللي تشتغل او الانابيب المستخدمه في البي اتش اي. 6 انابيب 7 انابيب دريل كولر، او دي بتاعها كلها لبعضها كم؟ 6 انش. والمطلوب منك انك انت تحسب ارتفاع الغاز او الانفلكس التدفق اللي صار في داخل البير. فاول شيء راح نحسب الانيولر كاباسيتي، فهو على طول حسب الانيولر كاباسيتي. شنو قانون هالانيولر كاباسيتي؟ هو يكون مفروض عارفينه. الانيولر كاباسيتي قانونها شنو؟ انت تبي تحسب تو الانيولر كاباسيتي في الاريا هي ما بين الدريل كولر وما بين الاوبن هول. عشان تحسب ضروري تقول يعني كان عباره عن اسطوانتين في بعضن او دائرتين. القطر الداخلي للبير اللي هو الاو دي اللي هو الاو دي اللي هو طبعا القطر بتاع الفاس اللي انت تحفر به، القطر الداخلي للبير مربع ناقص القطر الخارجي للانابيب اللي هي الدريل كولر. انت لما جيت تطرح المسافه هذه كلها من المسافه الصغيره هذه يعطيك المسافه اللي موجوده في الفراغ الحلقي. فعشان نحسب الانيولر كاباسيتي اللي هو راح يساوي قطر الفاس اللي هو المقصود به الاوبن هول، هذه القطر بتاع الاوبن هول اللي هي الاي دي، القطر الداخلي للاوبن هول اللي هو طبعا الاوبن هول عنده اي دي بس ما عندهش او دي، لكن الاي دي المقصود بها الفاس. هو في القانون تلقاه يقول لك اي دي تربيع ناقص او دي تربيع على 10 29.4. الاي دي هنا بتاعت الفاس، بتاعت الفاس اللي هي بتاعت شنو؟ بتاع الهول. اي دي اللي هي الفاس 8.5 تربيع، والاو دي اللي هي القطر الخارجي بتاع الدريل كولر او البي اتش اي اللي هي الخمسة، وتقسمها على ثابت التحويل 10 29.4، لانك انت عندك تجانس وحدات. 10 29.4 هو ثابت التحويل، جاء من عده ارقام ضربت في بعضها عشان نحصل في النهايه على البرل بير قدم. خلاص هذا هو شنو البرل بير قدم؟ هو الانيولر كاباسيتي ما بين الدريل كولر اللي هو البي اتش اي وما بين الاوبن هول. نقدر ندير نفس الشيء دريل بايب مع الاوبن هول لو كان عندي الاو دي بتاع الدريل بايب، بس انا ما نبيش هنا الاو دي بتاع الدريل بايب، انا هنا عباره عن نبي فقط البي اتش اي بتاع الاو دي. خلاص انا عندي البي اتش اي، انا حسبت الانيولر كاباسيتي، حسبت الانيولر كاباسيتي اللي هي 400. الانيولر كاباسيتي انا حسبتها 8.5 تربيع ناقص 6 تربيع في 10 29.4 طاريه. الان نجي نحسب الانيولر فوليوم. الانيولر فوليوم كمية المد اللي موجود، أو كمية على فكرة تمشي مع المد، كمية الحجم اللي موجود هن. شو يساوي الأنيولر فوليوم؟
الانيولر فوليوم راح يساوي طول البيت شيف الانيولر كبس انت حسبتها فوق. انت حسبت انا 0.0325 برميل لكل قدم، 0.0325 برميل لكل قدم، تمام. هذه هي الانيولر كاباسيتي لكل قدم. انا عندي البيت شيء كلها لبعضها طولها 420، خلاص نضرب ال 420 في 0.0352 يعطيني 14.8 برميل. 14.8 هذه عباره عن شنو؟ عباره عن الحجم لو كان مد او غاز ما بين الدريل كولر اللي هو البيت شيء البيت شيء وما بين الاوبن هول، يعني المسافه هي اللي تحت الخط هو، هذه كلها اعطاني الفوليوم بتاعها. كويس، انت تو حسبت الفوليوم اللي موجود او الحجم المحصور ما بين البيت شيء وما بين الاوبن هول، طلع لنا 14.8 برميل. كويس، لكن هو قال لك انا صار عندي بيت جين 25 برميل. كيف يعني انا عندي 14.8 برميل وصار عندي 25 برميل زيادة 25 برميل؟ فمعنى هذا يعني الجين ان توتال جين عندي 25 برميل، معنى هذا ان الغاز ما غطاش البيت شي فقط، انما رقى فوق البيت شي غطى جزء من الدريل بايب. فهمت الفكرة؟ هنا هو التفكير. انت الغاز انت جيت قلت والله اوكي طلع عندي غاز، خلاص نحسب المسافة هذه اللي هي ما بين الدريل كولر وما بين الاوبن هول ونقول ان الغاز غطى الدريل كولر كله، لان عاده ديما الدريل كولر هو اللي موجود في الاوبن هول. لكن لما جينا حسبنا جينا الحجم الكلي اللي ما بين الدريل كولر وما بين الاوبن هول 14، لقينا 14.8 برميل، ونقول ان الغاز طلع في الاريا هذه وغطى 14.8 برميل. لكن في الاصل انت الكميه الكليه اللي عندك 25 الجين، ولما جينا طرحنا ال 25 برميل من ال 14.8 يطلع عندي 10 برميل اضافه او 10 برميل زياده. ال 10 برميل هذا شنو يعني؟ يعني ان الغاز اللي عندك رقاه حتى فوق الدريل كولر، الغاز اللي انا عندي او كميه الغاز اللي عندي رقت حتى فوق الدريل كولر او في البيت، يعني جزء من الدريل بايب ايضا تم تغطيته بالغاز. باش الحل هنا شو الحل؟ الحل طبعا نحن عارفين ان 10.8 من البرميل رقت فوق البي اتش يعني غطت الدريل دريل بايب. هنا نحن محتاجين ان نحول هذه الكميه، نبي نعرف كم الارتفاع بتاعها. اوكي انا عرفت الارتفاع هذا، بس نبي نعرف الكميه اللي غطت الغاز اللي الغاز اللي او الكميه اللي زادت فوق الدريل كولر كم، نبي نعرفها بالطول عشان نعرف كم طول الجين كله. الجين انا عندي فقط تو حسبتها بالدريل كولر بالدريل كولر اللي هو البي اتش، بس نبي نحسب الكميه اللي فوق اللي رقت فوق الدريل كولر كم كمسافه كم غطت. انا عندي كحجم بس نبيها كمسافه، تمام. نجي انا شو ندير؟ طبعا اول حاجه راح نحسب الانيولر كاباسيتي ما بين الاوبن هول ما بين الاوبن هول وما بين الدريل بايب. اوكي عطاني دريل بايب هنا السايز اللي هو 5 انش الاو دي، تمام. نحن غادي كنا نشتغلوا على شنو؟ كان تتذكروا نحن اشتغلنا على 6 اللي هو الاو دي بتاع البي اتش. هنا راح نعاود نفس الحسابات بس راح نشتغل على الدريل بايب. 8.5 اللي هي الاوبن هول وال5 هذه بتاع الدريل بايب طلع لي 0.04529، جميل. خلاص انا هنا عندي انيولر كاباسيتي وعندي الفوليوم برميل. كنا غادي عشان نحسبه الارتفاع كنا ناخده في الانيولر كاباسيتي نضربه فيها، لكن هنا لا، انا عندي فوليوم عندي 10.2 وعندي هنا انيولر كاباسيتي. فلو جيت قسمت الفوليوم على الانيولر كاباسيتي راح يعطيك ارتفاع 222 قدم. راح يعطيك شنو؟ راح يعطيك ارتفاع اللي هو 222 قدم، وهذا مهم جدا. طبعا انا لما جيت حسبت انا عند الدريل كولر حسبت الهيت فلكس عند الدريل كولر، دريل كولر اعطاني الطول بتاعه كله 420 قدم، كويس. ولما جيت انا حسبت عند الدريل كولر لقيت ان المسافه او الفوليوم اللي غطاه لي الدريل كولر اللي هو 420 قدم اعطاني فوليوم اللي هو 14.8. 14.8 شو معناها؟ معناها المسافه ما بين البيت شيل عند البوتوم بتاع الهول كلها تعبت غاز، معناها الهيت فلكس بتاعك راح يكون 420 قدم. بس انا قال لك لا، انت عندك 14.8 والجين عندي 25، عندي 10 براميل اخرى، ومشان ال 10 براميل هذين رقن فوق الدريل بايب، فبالتالي تبي تحسب انت الطول هو او كم رقن فوق الدريل بايب. انت عندك الفوليوم وعندك الكاباسيتي، قسم الفوليوم على الكاباسيتي راح يعطيك هذا الارتفاع اللي هنا اللي هو دريل بايب، تجمع اثنين مع بعضهم
يعطيك الهيت فلكس. فلما جينا هنا حسبنا قسمنا ال 10.8 على الانور كاباسيتي ما بين الدريل بايب والاوبن هول، طلع لي 222 قدم. 222 قدم جمعناهن على 420 قدم هذينا وطلع لي 642 قدم. 642 قدم شو معناها؟ ارتفاع الغاز في داخل البير، ارتفاع الغاز في داخل البير. على فكرة طبعا هو أنا مش ذكر لي وين الكيسينج بوينت، بس واضح أن الكيسينج بوينت بعيدة جدا، فهو هنا جزء من الدريل بايب وجزء وكل البي اتش اي وجزء من الدريل بايب تغطى بالغاز وكلهم قاعدات تحت الكيسينج بوينت، يعني ما فيش احتمالية أن يكون الغاز دخل للكيسينج بوينت. المثال بسيط جدا ما هوش معقد، بس يحتاج أنك أنت تتمرن عليه. رح نترك لكم الملف إن شاء الله عشان تتدربوا عليه وتشتغلوا عليه بروح وتشوفوا يعني كيف انكم انتم استفدتوا منها. طبعا هذا مثال على فكرة مهم جدا، لأن رح يكون فقرة في مثال كبير إن شاء الله رح ناخذه في محاضرة قادمة، فقرة بسيطة في مثال كبير بكل. حتى لما جاء في المثال الكبير هو دار ديزاين للبير، كيف انك انت تستخدم الكيك تولرنس في عملية تصميم البير. هذا عنوان محاضرة أخرى إن شاء الله، لأن لقيتها محاضرة كبيرة. فكيف أنا نستخدم الكيك تولرنس، ليش نحسب فيه الكيك تولرنس؟ نحسب فيه عشان نقدر نصمم البير، عشان نعرف كيف نتعامل مع البير. فلما جاء هو حسب خدال كيك تولرنس وصمم به البير، جاء ذكر الارتفاع هذا بدون الخطوات، هي الخطوات كلها فاتها، وجاء قال 642 على طول عطاه، فانت مضطر تحسب الكلام هو. فهذا جدا مهم لكم شباب، اعرف ان ربما المعلومه مازال ما وصلتش، لكن انت لو تشتغل عليه بروحك وتتدرب عليه بروحك وتحله بخط يدك فراح يكون الناتج افضل. تمام. السلام عليكم استاذ. تفضل هندسه. استاذ الشاشه ما في عرض. الشاشه ما فيهاش عرض؟ نعم. اختفاء العرض يعني؟ نعم استاذ. لا لا عندي شغاله. هندسه باك الاشكاليه عندك، لان عندهم الشباب واعتقد انه باش مهندس يراقب فيا كان اختفت، فاكد عليه. انا العرض عندي والله، شوف اذا كان في مشكله قول لي. شباب اي واحد اختفى عليه العرض؟ عندي العرض تمام. تمام اوكي 100 100. خلينا يعني اوكي شباب. حاول بالضبط تشوف وين المشكله بالضبط، وعادي راح يكون في تسجيل للمحاضره وراح نعطيكم البي دي اف يقعد عندكم ان شاء الله تراجعوا به. وفي المحاضره القادمه الجزء الثاني من هذا الكورس راح اي واحد عنده سؤال راح نجاوبه حتى لو فاتت اي معلومه. عموما خلينا توا نحن ارتفاع الغاز، لما صارت عندي قصه الغاز وارتفاع كويس الغاز احنا كيف نحدد الارتفاع بتاعه؟ اي واحد عنده مايك شباب يسكره بس مؤقتا، لان عندي صدى صوت. شباب اللي عنده مايك يسكره. العرض راح يا باشمهندس، العرض اختفى نهائيا. العرض اختفى نهائيا. موجود يا باشمهندس. موجود. باي تمام. باي شباب خليني نسكر ونعود ندير شير من جديد. هي تحل المشكلة. هي. لو نسكر ونعود ندير عرض من جديد. لو هيك اختفى بشكل رسمي العرض، هو يقول لك انت اللي عنده مشكلة في عدم ظهور العرض يمكن يكون عنده النت ضعيف. هم هيك الشباب يقولوا. لكن احنا خلونا نحلوها المشكلة، ندير عملية شير من جديد للعرض. وديت عرض لكن مش مشكلة، الأمور هذه فنية تصير. اوكي نديرو كانسل شير. تمام. في شباب يقولوا النت عندنا قوي وما فيش عرض. تعال نحلوا المشكلة، ندير شير بس من جديد. اوكي اتفقنا تمام. اوكي شير. راح ندير مشاركة سكرين بالكامل. نعم شباب. هيك في عرض؟ في عرض استاذ. شكرا. تمام. شكرا. تمام. درنا سكرين. في عرض. شكرا يا باشمهندس.
تمام تمام حبيبي ولا يهمك. تمام اوكي. خلينا نوجه بس ان في ملاحظه مهمه شباب. هنا الانفلكس طبعا ارتفاع الانفلكس في داخل البير. ركز على هذا المثال او على هذا القانون لان في الجزء الثاني من المحاضره راح يجينا قانون اخر. هم القوانين اثنين نقدر نستخدمهم بس هذا قانون يستخدم في ظروف معينه يعني لما يكون عندي احيانا يكون عندي قانونين بس المعطيات هي اللي تفرض علي اي قانون نستخدمه. مرات يبدا عندي الجين موجود عندي كميه الجين والانيور كاباسيتي فنستخدم القانون هو بس في بعدين في الجزء الثاني بتاع التصميم الديزاين راح يقابلك قانون اخر فما تنفجعش يعني هو نفس القانونين ونفس النتائج على حسب المعطيات اللي عندك. تمام الاكزامبل هذا عودوه من جديد هو اكزامبل مهم جدا ويحتاج لشويه تركيز وان شاء الله يعني راح تفهموه ما فيش اي اشكاليه. زي ما تكلمت ان احنا حسبنا الجين اللي فرضنا انه هو غطى البيتشي لكن هو في الحقيقه ما غطاش البيتشي فقط انما بوتوم هول اسمبلي بس انه هو اجتازها ورجع حتى فوق البيتشي وخدا كميه من الدريل بايب فاضطرينا نحسب الدريل بايب ونقلبوها بالعكس لان احنا هنا اللوطه حسبنا الانيور كاباسيتي وضربناها في الارتفاع اللي هو 420 بتاع بيطلعنا الكميه لكن غادي لا كانت عندي كميه موجوده وقسمناها على الانيور كاباسيتي عشان نطلع منها الارتفاع. تمام الجزء الثاني من المحاضرة أو معلومة الأخرى المهمة اللي تكون في اعتبارنا أنا نقدر هل نقدر نحسب أو نتنبأ أو نتوقع شن هو نوع الإنفلكس اللي طلع عندي؟ هل هو غاز؟ هل هو أويل؟ هل هو مثلا مية مثلا صار عندي جين ووتر سولت ووتر فيقول لك تقدر ما عندك شيء مشكلة في حاجة نقوله فيها نحن الانفلكس ويت حساب وزن الانفلكس عن طريق هذا القانون كيرنت مود ويت اللي انت تشتغلين مود ويت الحالي وهذا الشات انكيسنج براشر والشات دريل بايب براشر والانفلكس هيت اللي انت حسبتها قبل شوية هنا هذا قانونه ليش نحن نحسبه فيه عشان نقدر نوصل للعملية هذه مضروبة في 0.052. في ملاحظة منقولها لكم طبعا في الكل شيت اللي هو الشيت الخاص بعملية الكل راح تلقى فيه بكتب لك الويت بتاع الانفلكس وكتب لك حتى الانفلكس هيت وكلام هذا بس أنا نبي نقول لك حاجة مهمة جدا يعني على قدر ما تقدر كل ما كانت عندك معلومات وكانت عندك معادلات وكنت قادر انك انت تستخدم هذه المعادلات راح تكون عندك اكسبيرينس وراح تكون عندك خبرة كبيرة حتى لو خاناتك واحدة من معادلات في الاويل فيلد فانت راح تاخذ بروسيجر معين وتاخذ اجراء معين مرات نحن نحسب معادلات هذا نقول ان احنا جاب ما بين التعليم الاكاديمي والتعليم النظري والتطبيقي شنو هو الجاب مش معنى هذا ان التعليم النظري في مشكله لا مرات انت في الاويل فيلد تحسب بمعادله معينه متوقع انك تطلع لك نتيجه معينه بس مرات تطلع نتيجه اخرى غير النتيجه اللي انت متوقعها فهذه امور موجوده في كل علم ما زال فيه اشكاليات وفي نقاط يقولون نقاط ضعف على مستوى العالم في كل العلوم زي نحن توا مثلا مود انجينير اي واحد عنده خلفيه عن مود انجينير او اشتغل مود انجينير في الريبورت بتاعها هذه واحده من الاسئله اللي قاعد لان تو نطرح فيه السؤال انت كيف في الريبورت بتاعك تكتب مثلا تشتغل على بوليمر مد مخلط باكلفيو مخلط بكار وجميع انواع البوليمر ماكش مخلط بنتومايت يعني في الغالب دي بنشتغل على بوليمر مد لكن في الريبورت كاتب بلاستيك فيسكوستي ييلد بوينت هذين معاش لهن علاقة بالبوليمر مد انت بينغهام ولا باور لو يقول لك انا نشتغل باور لو مد مودل باور لو اللي هو بوليمر مد اي سائل حفر تركيبه بوليمرات هو باور لو لكن في الريبورت كاتب بلاستيك فوسكوستي ويلد بوينت فكيف تكتب انت بلاستيك فوسكوستي ويلد بوينت وهذين خاصات بالبينغهام وليست خاصات بالباور لو بينما مفروض يحسب حاجة اخرى في الباور لو اللي هي الان والكي وهذين ما يحسبش فيه اللي هي البيهيفيور اندكس والكونسيستنسي اندكس من جهه اخرى تقول لي المارش فانل الفسكوستي اللي انت تقيس فيها على السيرفس فوق راهي خطا ما هي الصحيحه فعلا علميا المارش فانل اللي نحن نقيسه فيها على السيرفس راهي غير صحيحه انت تو تقيس في فسكوستي عند السيرفس يجيك المد شبه بارد وتقيس فيها عند ال 150 فهرنهايت بس في البوتوم لوطه درجه الحراره توصل لعند قريب ال 300 400 فهرنهايت الفسكوستي لوطة 400 فهرنهايت هي نفس الفسكوستي فوق الفسكوستي دالة في درجة الحرارة يعني كلما زاد درجة الحرارة قلت الفسكوستي لكن انت تكتب والله نسرك نقولك شنو فسكوستي المد تقولي والله كويسة 55 وين هذه في السيرفس ولا في البوتوم انت هنا راح تسكت مش راح تكون عندك إجابة إطلاقا وحتى لو كانت عندك إجابة مش راح تكون إجابة علمية صحيحة لكن نحن نديره فيها
من باب ليطمئن قلبي. وعندنا مؤشرات أخرى تحل محل الفسكوستي زي الإفكتف فسكوستي وزي البلاست وكلام هذا كله زي الإفكتف فسكوستي، هذين تحل محل المارش فرد. فدائما حاول أنك أنت الجانب النظري تغطيه بالكامل، الجانب الأكاديمي، وبعدها لو صارت عندك جاب وطلعت عندك فجوات تقدر تتعامل معها بهدوء. عشان نعرف الوزن الانفلكس، الانفلكس اتفقنا اللي هو المية والغاز وأي شيء طالع من البير، عشان نعرف الوزن، لأن الوزن بعدين نحن نحدد به النوعية شنو، بناء على الوزن تقدر تحدد نوعية اللي طالع معك. فرح نستخدم هذا القانون، القانون هذا فيه اللي حسبناه بدري اللي هو ارتفاع الانفلكس اللي هو الانفلكس هيت، وفيه الشوت انكيسنج براشر والشوت ان دريل بايب براشر. شو معناها هذين الاثنين؟ هذين لما يطلع عليك الغاز أول إجراء، ركزوا معي شباب بس في النقطة هذه إنها مهمة جدا وفيها هيك طرفة علمية نبيك تستفيد منها وتتعلمها. لما يطلع عندي الغاز أول حاجة يديرها الحفار إنه يسكر البير عن طريق البيوبي. يعني أنت تبي تسكر الـ بتفصل البايب وتبي تفصل الأنيولر. عمليا إغلاق البير لما يطلع عليك الغاز، طبعا أنت تشتغل مثلا بضغط ثابت يعني جايك من البمب ستاند بايب براشر، سميه نشيت 1500 1600 كيف ما أنت تحب، يعني الضغط اللي أنت تشتغل به، والضغط هذا ثابت سيركوليشن ثابت إن أوت يطلع، حتى لو كان في فروقات بسيطة مثلا أنت مخشش 1500 طالع لك 1400 فتقول الميت بيساي هذينا والله عندي ليك هنا وعندي البومبة ديك تنفس وعندي خط هنا يشر يطلع في مد جو، يعني كنت تكون واخد خبرة. لكن لما يصير عندك دروب 600 700 800 برميل معناه هذا أمر عظيم، يعني يكون عندك كيك وغاز طالع عليك يصير عندك مشكلة الوشاوت البير الأنابيب منقطعة. فلما يصير عندي غاز يتم إغلاق كل شيء في البير. في جيج يقيس لك الضغط في الدريل بايب، وفي جيج يقيس لك الضغط في الأنيولار اللي هو في الكيسنج اللي هو يمثل لك الأنيولار. لما يطلع عليك الغاز فش راح يصير عندك في الضغوط اللي انت اوريدي سكرت عليها مسبقا، يعني انت وسكرت علي ضغط في البايب 1500 وسكرت علي ضغط في الكيسنج 1500 اللي هو الأنيولار، لما نقول كيسنج مقصود بيه الأنيولار. لكن بعد ما طلع علي الغاز صار عندي هبوط في الضغط، يعني الغاز راح يطيح لي الضغط. فلما صار عندي هبوط يعدي يقروا كم صار مقدار الهبوط في مقدار الهبوط في الكيسنج اللي هو الأنيولار، وكم صار مقدار هبوط في الدريل بايب. هذا المقصود بالشوت ان كيسنج براشر والشوت ان دريل بايب براشر، مقدار الهبوط اللي صار نتيجه ظهور الغاز في دريل بايب ودريل كولر في الانيولار. طبعا الغاز راح يطلع من الفورميشن يخش طول الانيولار، فمقدار الهبوط او الخلل اللي راح يصير في الضغط راح يكون في الانيولار. لكن الدريل بايب مازال مش راح يقدر يخش عليه الضغط، راح ياخذ وقت شويه لانه في فاس، فراح تقرا انت مقدار هبوط في الضغط اقل ما يمكن في الدريل بايب. فهذين الضغوط هو المقصود به الشوت انكيسنج براشر، وهذين طبعا يقاسوا من الجيجات. لما نحسب الانفلكس ويت ونطلع الوزن هنا نقدر نحدد شو النوع اللي كيك اللي صاير لي او الغاز الانفلكس اللي طالع عندي. لو كان ما بين الواحد لعند الثلاثة بي بي جي فانت تكون واخد غاز، على الارجح انك انت واخد غاز. لو يكون ما بين الثلاثة الى السبعة والله انت يعني احتمال كبير واخد كوكتيل، عصير كوكتيل غاز واويل، مشروب غازي، فتكون واخد بيبسي، انت ما بين الغاز والاويل تكون انت واخد بيبسي، يعني حتكون مخلطة. لو كان ما بين السبعة والتسعة فانت على الاغلب يعني واخد ووتر اللي هو جين، يعني احنا عادة الووتر نقول له جين. تمام، خلينا ناخد مثال على سبيل المثال، خلينا نشوف الان. قال لك عندك عندك معطيات صارت، صار عندي كيك وصار عندي طلع علي غاز. فلما جيت خذيت الشوت ان كيسنج براشر لقيت 1050 بي اس اي، والدريل بايب لقيت 750. ريت انا الكيسنج اكثر من الدريل بايب، ليش؟ لان الغاز اول ما طلع ضرب الانيولر كله، لكن الدريل بايب مازال دوبه هنا كيف خاش عن طريق النزل، يعني مازال في صعوبه انه هو يخش. تمام، مرات يجيك سؤال هذا يسألوا فيه، طبعا نحن في الكل مدويت نستخدمه في الشت ان دريل بايب. الكل مدويت لما جي نحسب الكل مدويت، وهنا حتى نوقف معاكم شوية نقطة مهمة، شيء بالشيء يذكر. لما جي تحسب الكل مدويت، الكل اللي هو المدويت الجديد اللي تبي تقتل به البير، فشن تستخدم؟ انت تستخدم في الشت ان دريل بايب براشر. ليش؟ لأن الشت ان دريل براشر وطلع عليك غاز، ليش؟ معناه الضغط اللي انت تشتغل به ما ينفعش اقل من
المطلوب عشان ندير معادلة الفورميشن براشر. فعشان ندير كل المدويت ناخذ الضغط هو وهو اللي نضيف عليه وندخله في المعادلة تاع كل المدويت. رح ناخذها المعادلة لكل المدويت في في محاضرة خاصة بحسابات الجيولوجية إن شاء الله اللي هي يوم 20/10 بإذن الله رح تلقوا فيها كل المدويت. فهو ليش خذ الدريل بايب؟ قالك ناخذ الدريل بايب لأنه هو إلى حد ما مازال فيه مصداقية ونبني عليه. لكن لا اخذش هواء قال لك بلاش ما تاخذش الشات ان كيس البراشر اللي هو قلنا فيه. يقول لك لا هذا نضرب كله وهذا الرقم مشكوك فيه مرات اكثر مرات اقل ما نعرفش ان غاز قاعد فيه هذا فكني منه ماش نبي نقربه خلاص هذا ماش نقدر نجي شوره نهائيه ليش لان الانيور دمر كله خلاص خش عليه الغاز بس خليني انا ناخذ السيف سايد او انتبه انت هذا شو بدي اربيه بنزيد عليه نسبه معينه بندخله في معادله كنت نحفر ب 9.5 مرات نحفر ب 10 بيجي وندخل نقتل بير فأنت مدامة بتزيد عليه خود هو 10-50 يقول لك لا هذا مرات لما نزيد عليه يقعد أكبر بكثير من اللي أنا نبي ولما ندخل البير يكسر لي عقب الطبقات اللي قاعدة نبي سيف سايد ناخذ هذا إنه مازال متلوتش بالغاز مازال دوب الغاز خاش عليه في الدريل بايب إنه غاز صعب إنه هو يطلع من الفورميشن ويخش للنزل ومن النزل يمشي للدريل بايب حتى كان خش مثلا تمدد جوه مش راح يقدر يتمدد بصعوبه لكن في الانيولر خلاص الانيولر كله تعبى غاز باهي امتى يقعد الشرط دريل بايب برشر بزيرو احيانا تجي تجي تبي الجيج تبي تعرف الشرط دريل بايب برشر كم تلقى صفر صفر ليش انا شو معناها دريل بايب لما يبدا عندك هذا زيرو معنى عندك حاجتين يا اما يكون عندك النزل السكر كلها يعني الغاز لما طلع بكل قوه ودم الفاس لدرجة أنه ما تقدر تقيس ضغط توا فرق ضغط ما بين الموجود في الدريل بايب وموجود في الانيولر أو يكون عندك one way يعني مركب فالف خاصة في جماعة السمنت one way يسمح بالنزول ولا يسمح بالصعود وبالتالي لما يصير عندك تسكر وتوقف المضخة ماش يبدأ عندك فرق ضغط لأن الشات الدريل بايب براشر هو فرق ضغط والشات انكيسك براشر فتضطر تاخذ هذا وتزيد عليه السيفتي فاكتور مو قصة رح ناخدوها في الحسابات الجيولوجية تمام والكيرنت مد ويت 14 طبعا نا قبل نبي نقول لك ليش الشت انكيسك براشر كبير 10-50 يعني شت شوية كبير يعني عادة المفروض يكون هذا 800 يعني يكون هنا يعني هذا يكون 700 اوكي هذا 800-900 ليش كبير لان عندي مد ويت كبير 14 بي بي جي وبالتالي خلاص هو قال لك انا جيت درت كل مدويت درت شت للويل وقست الشت الدريل بايب براشر لقيتها 750 وفي الكيس كذا وانا عندي ال 450 هذا الهيت فلكس انا الهيت فلكس حسبها مسبقا وعن طريق القانون السابق وعندي كانت مدويت نبي نعرف شنو نوع الكيك اللي طلع عليا حسبت الويت بتاعها لقيتها 1.2 1.2 هو ما بين 1 لعند 3 الجدول هو تحت هنا واخذ شنو واخذ راس الواضح اني انا واخذ شنو واخذ عندي غاز تمام في مصطلح اخر حتى هو نبي ومهم جدا للغايه اللي هو يقولوا له الكيك تولرنس فاكتور اللي هو معامل الكيك تو معامل سماحيه الغاز انا مرات الترجمه العربيه ما تجيش معك صعب انك انت تترجمها بشكل منسق فاحفظها كيف ما هي كيك تولرنس فاكتور اللي هو معامل الكيك تولرنس هذا شيء يستفيدوا منه راح اقول لك شيء يستفيدوا منه بس كيف نحسبه شو يساوي يساوي الكيسينج الكيسينج شو وين نازل عندي الكيسينج والويل ديبت في الماكسيمم الاوبل مد ويت في الكيرنت مد ويت طبعا هذا اقصى ضغط او يعني المد ويت المسموح به اللي اقصى مد ويت انت تقدر تشتغل عليه ناقص المد ويت اللي انت موجود عندك الحالي يعطيك الكيك تولرنس خلينا ناخذ اكزامبل قال لك الكيسينج شو عندي عند ال 5000 قدم هو كيسينج شو عشان تعرفوه ضد الرسمه هذه هو الكيسينج شو هو ما فين المثلث الاسود هذا يعني وين نازل الكيسينج هذا يقول لك كيسينج شو وين نازل الكيسينج تمام تبسيط يعني الموضوع فنجينا عندي هنا راح يكون عندي الكيسينج شو عند ال 5000 قدم والويل ديبت اللي عندي ترو فيرتيكال ديبت اللي هو 11500 قدم الويل ديبت هو 11500 قدم والكيسينج شو نازل عند ال 5000 والماكسيمم مد ويت المسموح به اللي هو 12.9 بي بي جي والمد ويت اللي حالي نشتغل به 9.8 نشتغل في المعادلة 5000 على 11000 12.9 ناقص 9.8 يعطي لي 1.14
اللي هي البي بي جي الكيك توليرنس فاكتور. طبعا بوحده البي بي جي يطلع بوحده البي بي جي هذا يقول لك كيك توليرنس فاكتور. شنو راح نستفيد منه الكيك توليرنس فاكتور؟ نستفيد منه اننا نطلع ماكسيمم سيرفيس بريشر، اقصى ضغط سطحي ممكن، اللي هو يقولوا له الماكسيمم سيرفيس بريشر. هذين كلنا المعادلات يعني طلع من هنا ودخل هنا، طلع من هنا. الغرض منها هو الاعداد ل المحاضرة القادمة اللي راح تكون أبليكيشن تطبيق لكل الكلام هذا. فراح نحسب الماكسيمم سيرفيس بريشر اللي هو عبارة عن كيك توليرنس فاكتور، تحسبها زي معادلة الهيدروستاتيك بريشر، لأن أي معادلة تحسبها بالطريقة هذه. الماكسيمم سيرفيس بريشر يساوي كيك توليرنس فاكتور في 0.025 تبع التحويل في ترو فيرتيكال ديبت اللي هو الديبت اللي عندي. خلينا ناخذ اكزامبل، كيك توليرنس عندي 1.8، الهول ديبت اللي هو 10,000 ميجر الدبت 9,500 ترو فيرتيكال دبت. لما يعطيك هول بالطريقة هذه معناه أنت عندك هوريزونتال ويل، أنت أي بير عندك فيه ميجر الدبت وعندك فيه ترو فيرتيكال دبت. فلما يبدو اثنين متساويات، يعني لو جينا قلت لك أنا 10,000 قدم ام دي و10,000 قدم ترو فيرتيكال دبت، معناه البير فيرتيكال. لما نقول لك 10,000 ام دي 9,500 يعني دي مترو فيرتيكال دبت أقل من ميجر الدبت، معناه البير horizontal. خلاص انا نبي نحسب اقصى ضغط يمكن الحصول عليه في السيرفس عن طريق الكيك تولرنس فاكتور اللي هو راح يساوي الكيك فاكتور مضروبه في 0.889 بي اس اي. يعني انت لما تجي تشتغل فوق على السيرفس هو اقصى ضغط مسموح لك اللي هو 889 بي اس اي، تزيد عليه مرات تصير عندك مشاكل انت في غنى عنها. تمام. طبعا نحن الغرض الأساسي من هذه المحاضرة زي ما ذكرت شباب سابقا، أنا كنت مجهز محاضرة كبيرة لكن لقيت الجزء الثاني كبير جدا ويحتاج أن يكون محاضرة واحدة بروحها فقط، فبالتالي قسم. معلش يا باشمهندس بعد إذنك، المعادلة الأخيرة دي ثاني بعد إذن حضرتك، والماكسيمم بريشر سيرفيس بليز. أوكي. هي عبارة عن ماكسيمم سيرفيس بريشر، شو راح تساوي؟ صح، تساوي الكيك توليرنس فاكتور مضروبة في 0.052 في الترو فيرتيكال مود اللي هو أقصى ضغط يمكن تحصل عليه في السيرفس، يعني فوق لما أنت تبدأ تشتغل عند ظهور الغاز. الكيك تولرنس فاكتور أنا حاسبه من قبل، يعني هذا هو قانون الحساب بتاعه ويكون واحدة بالبي بي جي. تمام، هذا قانون الكيك تولرنس فاكتور، يعني تحسبه أنت بروحك قبل ما توصل لماكسيمم سيرفس. هذا كل الحسابات أثناء وقوع الويل كنترول أو أثناء وقوع الكيك. وهنا راح يكون ثابت التحويل والترو فيرتيكال ديبت العمق النهائي او عمق البير. فلما جينا نحن هنا اشتغلنا، يعني خديت اكزامبل الكيك تولرنس فاكتور اعطى لي جاهز 1.8، ولو ما اعطاش لك جاهز تمشي تجيبها بالمعادله هذه، المعادله هذه تجيبها بها يعطيك المعطيات بتاعها. والهول ديبت زي ما تكلمت انا قلت لك الهول ديبت عندي المقصود به هو الترو فيرتيكال ديبت البعد الراسي، في فرق ما بين الميجر ديبت والترو فيرتيكال ديبت. لو كان الارقام طبعا هو عاده في الحسابات يعطيك عمقين للبير او طولين للبير، واحد يقول له الميجر ديبت اللي هو العمق المقاس، وواحد يقول له الترو فيرتيكال ديبت. الترو فيرتيكال ديبت هو المسافه العموديه من السيرفس الى موقع الفاس، وين ما هو الفاس قاعد، ملياش علاقه البير هوريزونتال سايتراك في زاويه، لا علاقه لي. لكن بعد الفاس، بعد الفاس عن السيرفس او عن السطح يقولوا له الترو فيرتيكال ديبت. لكن الميجر ديبت هو المسافه الفعليه التي قطعها الفاس مقاسه من السطح الى موقع الفاس، يعني الفاس مرات تطلع من فوق وخدها زاويه وخش هوريزونتال، فبالتالي هذا يقولوا له الميجر ديبت البير المقاس. طبعا في اجهزه تقيس وفي حتى حسابات. فلو لقيت الميجر ديبت اعلى من الترو فيرتيكال ديبت فمعناه البير عندك هوريزونتال، لكن لو لقيت الميجر ديبت هو نفسه ترو فيرتيكال ديبت معناه عندك البير فيرتيكال. لو لقيت الميجر ديبت اكثر من ترو فيرتيكال ديبت فمعناها ان البير واخذ زاويه وانه قطع مسافه طويله، لهذا راح يكون عندك البير هوريزونتال او ديفييتد، راح يكون عندك سايت راك مثلا، راح يكون عندك انحراف عن الراسي. تمام. خلاص انا بعدين نحسب الماكسيمم سيرفيس بريشر اللي راح يساوي الكيك تولرنس فاكتور اللي انت اوريدي حاسبها او موجوده عندك سابقا او من القانون، وتضربها طبعا في 0.052 هذا ثابت التحويل، وتضربها طبعا في 9500 ترو فيرتيكال ديبت. المعادله هذه هي معادله الهيدروستاتيك بريشر اللي هي الويت مضروبه في 0.052 في الترو فيرتيكال ديبت، لكن احنا هنا اشتغلنا عليه على اساس انه ماكسيمم سيرفيس بريشر، كاني نبي نحول الويت الى بي بي جي، بنحولها الى بي اس اي.
تمام. طبعا نحن ننهي المحاضرة ببعض الأمور المهمة جدا. يعني خليني أقول لك شيء، أنا نحضر في امتحانات قبول واجدة ونشوف في زملائي. أستاذ بعد إذنك سؤال. تفضل أستاذ. بالكيك تورلينس فاكتور الماكسيموم ماد ويكت ماكسيموم سيرفس برشر كيك فيلر أوكي باه ماكسيموم ماد ويكت تمام العامل السماحية الربسي نعم الماكسيموم ماد ويكت أنه هو أنه أعلى وزن نحن بنشتغل فيه على بالحفر اقصى مد ويت مسموح لك انك انت لا تتجاوزه في البروجرام تلقاه كاتب لك يقول لك الويت المطلوب منك من 9.5 ل 14 مثلا 9.5 انت اللي تشتغل به لكن ال 14 هي اقصى وزن مسموح قبل ما يصير التكسير بالطبقات يعني قبل ما يصير التكسير شغلي هذا كله قبل ما يصير التكسير لو صار تكسير وطلع عندي غاز حتى الكيرنت مد ويت ماشي ينفع خلاص راح تماماً شكراً أستاذ ولا يهمك نحن تو ننهي الفقرة تماماً يعطيك العافية الله يسلمك ننهي الفقرة هذه البسيطة وبعدها نعطي مجال للأسئلة اللي عنده أي سؤال يسألني عشان نجهز إن شاء الله كان أعطانا ربي عمر للمحاضرة القادمة في امتحانات القبول وبالنسبة لكم أنتم كشباب يعني مقبلين على سوق العمل أو موجودين في سوق العمل أو كطلبة لأن أحد سألني قال لي أنا كطالب هل أستفيد من هذه الأمور طبعا راح تستفيد من الأمور هي وأي طالب يسمع فيها وهذه نقطة مهمة جدا أي طالب وهذه نصيحة ذهبية أي طالب أنت ما دام طالب اشتغل على نفسك في هذه الفترة يعني معلومات كل شيء لا علاقة بتخصصك أقرأ وأفهم وخزن عندك في الذاكرة ما تقولش أنا هذه والله وقتها مازال وهذه الدكتور ما عطاش لي وهذه الأستاذ ما عطاش لي لا لأنك أنت كلمة تخزن معلومات أنا قاعد طالب أنت تستفيد من المعلومات وتبدأ عندك حتى لما تأخذ معلومة من خالد الساحلي على الكيك تولرنس وفرضا أنك أنت ما استفدت ما فهمتهاش والله خالد الساحلي شرح أنه كيك تولرنس بس أنا ما فهمتش منه لكن عرفت في حاجة اسمها كيك تولرنس خلنا عدي للدكتورة والدكتورة اللي عندي في الجامعة نقول اشرحي لي شوية على كيك تولرنس مرات الدكتورة في الجامعة يعطيك معلومات إضافية تعرفت مصطلح ربما غير مقرر عليك في الجامعة ولم تدرسها في الجامعة لكنه أنت كونت روحك وبنيت روحك بشكل مبكر فرد بالك تحط في عقلك سياسة والله هذه لا علاقة لي بها هذه ما هيش جديدة هذه مش رح نستفيد منها توا هذه مازال رح نلقاها في سوق العمل فهذا كلام خطأ أنا أمس نقرأ في دراسة قريتها صحيفة بريطانية كاتبة فيها وفعلا أنا واحد من الناس كنت ضحايا هذه الدراسة أي طالب أول سنتين في الجامعة ياخذهم باستهتار وما يهتمش وما يعدلش على التحصيل العلمي بس بعدها راح يندم لما يخش لي سنة ثالثة وسنة رابعة وسنة خامسة يقول يا ريتني استفدت من السنتين هذين الأولاد وخذيت أكبر قدر ممكن من المعلومات فزي ما قلت لك نحن الغرض الأساسي إنك تلم أكبر قدر ممكن من المعلومات وبعدها في سوق العمل نوفره عليك يعني أنت مرات سوق العمل عشان تجيك معلومة متقدمة مثلا تخش لسوفت وير تجاه يحسب لك في كيك تولرنس أو الكيك تولرنس فاكتور فمرات السوفت وير يريح او تصير اي مشكله تصير لنا واجد اقتصادي يقول لك باش مهندس معليش لو عنده السوفت وير تعطل بالله يحسب لنا الكيك تولرنس فاكتور شو تقول تقول انا اول مره نسمع به ولا عمري في حياتي ما شفته ولا يقول لك لا والله انا ما قريتهاش في الجامعه هذه اجوبه لا تليق بك انت في سوق العمل يعني في احراج كبير لك فضروري تستفيد من اي شيء نحن المحاضره هذه راح تكون خدينا فيها اساسيات ان كل هذه المعادلات راح نستخدموها بعدين في الابلكيشن كيف اننا نصمم بير ونشتغل على بير من بدايته لنهايته ونستخدم فيه المعادلات هي الكيك تولرنس زي ما تكلمنا هو اقصى او كميه الغاز اللي هي تكون موجوده عندي ونقدر عندها نسكر البير وندير سيركوليشن تدوير ونشتغل على البير بدون ما يصير عندي اي مشكله جانبيه وتكسير للطبقات هذه يقول لك كيك تولرنس سماحيه الغاز عوامل مختلفة جدا يعتمد عليها كيك تولرنس أو يجب نحطها في اعتبارنا تكلمنا جزء منها في البداية لكن الآن يجب يكون عندي بعض الأمور المهمة دائما ضروري يكون عندي الليك اوف تيست الليك اوف تيست شو المقصود به شباب هو التيست اللي يديروا فيه على الطبقات الليك اوف تيست كيف يديروا أنا مثلا جيلي أريا خلينا نشرح لكم على السريع بس عشان ما نخلوش المعلومة تريح عليكم الليك اوف تيست عشان ميزة ما بين الفورميشن انتجريتي تيست الليك اوف تيست انا نجيلي كيف يعرفوا في الفراكتشر بريشر بتاع الطبقه هذا هو سؤال مهم خاصه لما يكون عندي بير استكشافي
فكيف يعرفوا ان الطبقه الفلانيه الفراكتشر بتاعها كذا؟ تو الفورميشن براشر يعرفوه عادي من حسابات من كذا من سايزمك، لكن الفراكتشر براشر دائما في صعوبه. شو يديروا لما يكملوا حفر اي سكشن؟ او بدي احكي لك قصه يعني انا تخيلها. لما يحفروا اي طبقه، يحفروا مثلا مرحله معينه من مراحل البير، وبعدين يخشوا في طبقه جديده، الطبقة هذه يبوا يعرفوا الفراكتشر بريشر بتاعها كم، أو الفراكتشر ويت بتاعها كم، أو ما هو أقصى ويت تتحمل هذه الطبقة وبعد هذا الويت يصير تكسير، أو ما هو أقصى ضغط تتحمل هذه الطبقة وبعدها يصير تكسير. فيديروا في حاجة يقولوا لها LOT leak of test، اللي هو يختبروا به الفراكتشر بريشر. شو يديروا؟ يخشوا في الطبقة الجديدة هذه اللي بيديروا لها اختبار، يخشوا فيها حوالي 10 أقدام، وبعدها يسقطوا الأنيولر ويبدو يضخوا. واحدة من الطرق المستخدمة في الاختبار، لكن في طرق واجدة بس هاي الطريقة اللي أنا حضرتها واللي هي موجودة ومتداولة، يسكروا الأنيولر بالكامل ويبدو يضخوا في مد من الدريل بايب. تشوف انت يضخوا في مد من الدريل بايب، والمد ما عندهش مكان ان يطلع منه، رح يصير ضغط على الطبقات الجديدة العشر قدام المحفور، يضخوا ويبدو يراقبوا في الضغط بتاع الدريل بايب، يبدو يضخ أول 3 برميل برميل نص برميل ويشوف الجيج فوق. أول ضخة الجيج يرقى معاه لأنه صار ضغط لوطة، لأن الأنيور المغلق مد ما عندهش وين يمشي. يزيدوا أخرى يشوفوا الجيج، يزيدوا الجيج يزيد معهم في ضغط كبير على 10 أقدام المحفورة، لعندما يوصلوا لمرحلة يصير فيها انهيار للجيج، الجيج يسقط. لما يطيح الجيج شو معناها؟ معناها الطبقة العشر أقدام تكسرت. فعند النقطة هذه يحسبوا الويت اللي كسر الطبقة، ومنه يحسبوا الويت اللي تتحمله الويت اللي هي تتحمل الطبقات، ومنه يطلعوا الفراكتشر بريشر، يطلعوا الفراكتشر ويت، ومنه يطلعوا الفراكتشر بريشر. هذا يقولوا الليك اوف تيست، ان هم يبوا يختبروا ضغط طبقه مجهوله ما عندهمش اي معلومه عليه، فيبدوا بالتدريج بالتدريج لعم يكسروا الطبقه يعني. هذه نقطه. في اختبار اخر يقول الاف اي تي اللي هو الفورميشن انتجريتي تيست، هذا عكس الليك اوف تيست، هو نفس البروسيجر بس هم عارفين الضغط مسبقا. يقول لك انا نبي نتاكد من الفورميشن بريشر لطبقه معينه، او نبي نعرف ضغط الطبقه، انا عندي الضغط هذا موجود بس نبي نتاكد منه هو ولا مش هو. فرجوا نفس البروسيجر، لكن هنا ما يبدوش يزيدوا عليه مراحل، لا شو يديروا؟ يزيدوا دفعه واحده، يوصلوا الضغط لعند القيمه اللي هم يبوها. كان الضغط قعد على ما هو عليه، فيقول لك فعلا الطبقه هذه لها نفس الضغط اللي نحن عندنا مسبقا، لكن لو صار انهيار للجيج وصار تكسير للطبقه يقول لك لا الضغط هنا اقل، وباهي اللي عرفناه بدري، لان مرات تصير عندنا مشكله نتلاشاها في المستقبل او نتلاشاها اثناء ما نقدرش نتلاشاها اثناء الحفر. فسواء كان ليك اوف تيست او فورميشن انتجريتي تيست، هذه الاختبارات اخر اختبار انا حضرته كان في 2010. بعد 2010 تم منع هذه الاختبارات بالكامل. شركة بترو كندا درنا الاختبار وبعدها تم منعها بالكامل. قالوا شنو؟ قالوا لما تكسر الطبقات التكسير هذا يمتد ويصير عندي مشاكل، لما جينا نحفر البير يصير عندي لوس. صح فعلا لما جينا نحفر في البير صار عندنا لوس زواج. شنو سبب اللوس؟ ان نحن كسرنا الطبقات ودرنا اختبار في الموضوع هذا. فقالوا يقولوا لا، نحن بعد ما نديروا العملية هذه ننزلوا لنفس الاريا اللي صار فيها الاختبار وندخلوا فيها رملة صناعية عشان نسكروا بها الفراكتشر هذا. لكن بشكل عام شركة بترو كندا ساعتها نهائيا او بعش تستخدم فيها. وضروري يعني ضروري يكون عندك معلومات مسبقة على الفورميشن بريشر وعلى الليك على الفراكتشر بريشر بتاع الاريا. ايضا العوامل اللي تأثر في الفاكتور الكيك تولرنس اللي هي الهول ترو فيرتيكال، حتى هو ايضا يعتمد او يؤثر بشكل اساسي على الكيك تولرنس ويؤثر فيه. وهو يقول لك انا الديبر اوف ذا ويل، يعني هذا يكون عندي كيك تولرنس اقل، يكون عندي كيك تولرنس اقل. الفورميشن براش هو له دور واعطاك بتحسب الفورميشن براش، والكيك سايز كميه سايز حتى او الحجم الكيك او حجم الغاز اللي طلع عليها، كلها عوامل مهمه تلعب دور كبير في التأثير على كيك تولرنس. طبعا نحن المحاضرة هذه الغرض منها ان تكون مقدمة، وفي نفس الوقت ان تستفيدوا شوية من بعض المصطلحات، نتمنى تكون بالنسبة لكم جديدة على قد نكون درنا لكم إضافة. وفي ان شاء الله محاضرة قادمة رح نتفق انا والشبكر ان شاء الله والSPE كيف نقدر نديروا محاضرة اخرى نحاول نطبق فيها هذه المفاهيم.
طبعا في امتحانات القبول عادة الأسئلة تجيكم كلها أسئلة نظرية، لأن هم مش متوقعين أنك تكون عندك خبرة تحسب الكيك تولرنس وتحسب الحاجات هذه. يعني هم مرات يكون المشرف أو الشخص اللي بيمتحنك يقول لك أنت تعرف كيف تحسب الأمور هذه، تقول له آه أنا أعرف حسبها، هذا كله شغل أويفلت شغل صحراء. فهو دي ما يسألك الكيك تولرنس شن أهميتها شن وظائفها كيف تقدر تحسبها. فهذا هو الغرض الأساسي إن نحن حاولنا نقدمه حاجة أدفن. أي سؤال شباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا بيك. اسمع شيك. علي صوت شوية. واضح كده؟ ألو. هندسة. أنا اسمع فيك رمضان. رمضان. بقول حضرتك حساب بلاك ووت، انا دلوقتي البير لو مليان كامل ماد ويت بنفس الشرط البير ولا مش حمسه؟ عندك مشكله في الصوت، انا لو ما سمعتش نهائيا. حاول كيف تحاول تتصل من جديد. الشباب يسكر اي حد فتح المايك يسكره. شباب وتريد تحدي شباب 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 يا ريت اللي فاتح المايك يسكر المايك لو سمحت، عشان نقدر على الاقل حتى زميلكم لما يسال سؤال نستفيد منك. في مشكله لو في اصوات جانبيه. شباب وفي حد فتح مايك تقريبا في صوت كثير. اكتبوا وين اللي عنده اللي عنده اللي في اللي فاتح صوت يسكر لو سمحت. تمام في عندك كنترول يبدأ يفتح المايك بس. تمام حضرتك سمعني كده كويس 100%. تمام كويس. تمام انا السؤال على حالات الانفلكس سويت البير في حاله ستاتيك ما فيش فيه شاتن بريشر ما فيش انفلكس، فبيبقى الماد ويت اللي هو الكرنت ماد ويت وبالتالي شاتن بريشر زيرو. لما اخد انفلكس فبالتالي الجسم اللي طلع مكانه بره بشوف الماد ويت اللي كان موجود بطرح منه قيمه الشاتن بريشر الإكوفلنت لما أقسمها على الحسابات بتاعت اللي هو بينت أو فايف تو عشان على الهايت اللي سبته قبل كده عشان أعرف القيمة تقريبا قد إيه اللي قلت، فهو ده يعتبر اللي هو النيو ماد ويت أو الإنفلكس اللي معايا. هو في علاقة مكتوبة في القانون ما بين الشاتن بريشر والشاتن دريل بايب، هو الإنفلكس دلوقتي مفروض في الأنالوجز حتى لو دخل في الدريل بايب، يعني ليه في الإكويشن different ما بين الشاتن بريشر والدريل بايب في الكويشن؟ ايه علاقة الدريل بايب في الحسابات؟ الحسابات اللي تحكي عليها انت حسابات الويت الانفلكس ويت الجزء بتاع عشان اعرف ديفاين الانفلكس طيب الانفلكس ويت انت تبي تعرف شو العلاقة. انت سؤالك ليش ان في شاتن كيسنج بريشر شاتن دريل بايب شاتن كيسنج بريشر ماشي مقتنع بيه، لكن الشاتن دريل بايب مش عارف ليه. تمام يعني بقول شاتن كيسنج بريشر ده البريشر اللي زاد معايا فبقسمه على الهايت بتاعه والفاكتور عشان اجيب الدنستي اللي انا بطرحه من الكرنت، يبقى كده ده الماد ويت الجديد او الانفلكس الجديد اللي معايا. تمام. هو شوف هو تقريبا حسب يعني هو طبق عمليه موازنه في داخل الاريا اللي صار فيها اللي هي الانيولر اللي صار فيها خروج الغاز، فهو بياخذ كم ويت عنده وبياخذ كم ضغط عنده سواء كان الشط دريل بايب براشر او الشط اللي صار عنده في الكيسنج براشر. من خلال الموازنه هذه اللي دارها يعني ضغط ويت عنده في الانيولر وضغط ويت عنده في الدريل بايب، من خلال هذين الاثنين يقدر يطلع الويت الجديد اللي عنده المتكون عنده. فوجود الشط ان دريل بايب براشر او الشط اللي ان كيسنج، انت تو اعتراضك ليش موجود فرق ضغط ما بين الشط ان كيسنج؟ اكيد ان واوت بنفس الهايت ان واوت ان اوت مان الانفلكس هايت، حتى لو انا معايا شط ان دريل بايب معناه ان الانفلكس داخل جوه الدريل بايب، فاعتقد ان هو لا هايت الانفلكس في الام لا هنسى لا انا تو نحكي لو نحكي على الويت نحكي هنا اللي انا واخد لكن بكميه بسيطه يعني كميه قاعد نحسب لها في حساباتها
فهو مرات خدال، هو سؤال مهم جدا صح، لكن ربما هو خدال الويت او خدال الدريل بايب، لانه يمكن عندك كميه من الغاز خشت حتى الدريل بايب، هو حسبها بطريقه هذه انه عندك كميه من الغاز دخلت حتى الدريل بايب، وبالتالي هو من فرق الضغوط ما بين الاثنين او موازنه انا لما جيت حتى على المعادله لقيت داير موازنه الضغوط، داير موازنه الضغوط، لانه هو واخذ الويت اللي عنده، واخذ الويت اللي عنده اللي يشتغل به اللي هو كان مفروض يكون قبل قبل الانفلكس، لان يعني بعد الانفلكس ما ينفع عندي، هو كتب لك كيرنت مدويت، مدويت الحالي اللي انت تشتغل به، لما نقوله كيرنت مدويت مقصود به المدويت اللي انت تشتغل به قبل ما صار عندك الانفلكس، لكن لما صار عندك الانفلكس عندك انت كميه من الغاز دخلت للشط في الدريل بايب، وكميه من الغاز دخلت في الكيسنج، في الكيسنج هذا موازنه الضغوط، فعلى ضوء هطاع عند الشط الكيسنج بلاشر ناقص الشط الدريل بايب بلاشر، فضروري ناخذ الدريل بايب في الحسبان. تمام انسى تمام، يعني لو انا معايا لو انا معايا دريل بايب زيرو نتيجه ان معايا فلود فالف او 1 ويان. سمعت؟ الو الو تسمع فيا؟ تمام تمام. لو عندك دريل بايب زيرو خلاص عندك، شوف كان عندك دريل بايب زيرو لو عندك خلاص، لو عندك دريل بايب زيرو راح يلتغي عندك دريل بايب زيرو راح يلتغي عندك، وتقريبا مش حتى تقدر تلحق تحسب الانفلكس ويت، لان راح يكون عندك كيك كبير يعني، او يكون عندك انفجار كبير في البير، وراح تشتغل على الشط انكيسنج بريشر. تمام حضرتك. وعلى فكره هندسه في نقطه بس تذكرت بها، لا شط لو عندك زيرو، لو عندك الشط دريل بايب زيرو عندك انت اثنين احتمالات كيف ما قلنا، يكون عندك ون واي فالف، ويكون عندك صار عندك نزل صار لها بلق يعني، لكن مع هذا في طريقة تستخدم انك انت تطلع البرشر في داخل الدريل بايب، او على الاقل تعرف المود ويت اللي داخل الدريل بايب، حتى لو كان عندك انت اعطاك فرق زيرو، فخاصة في الون وي فالف، الون وي فالف يعني الجراء هذا يديروا فيه، نتكلم عليه في المحاضرة القادمة ان شاء الله. تمام معلش اخر استفسار، انا كل احتمالات المكن فيكس بريشر انا عاوز اوصله عشان اعرف قد ايه يطلع لي كميه بارد بره في انفلكس اللي المفروض اقفل عنده، ولا هو كيف ده المفروض بالظبط في النقطه، يعني الماكسيم سيفس بريشر انا ايه اللي هستفيد منه الرقم ده؟ هذه بعدين في المعادلات القادمه لما جيت، ونحن تكلمناش على الكيك تولرنس كالكوليشن حساباتها نحسبها، فالماكسيمم سيرفيس براشر انت لما تجيد عمليات الماكسيمم سيرفيس براشر لما تشتغل سواء كان خاصة في الضخ او في الضخ الكيلو مد ويت، او تبي تدير عملية سيركوليشن لكمية الغاز المسموح بها اللي هي الكيك تولرنس تكلمنا عليها، فعندك ضغط محدود اللي هو 889 بي اس اي، هذا اقصى ضغط تقدر تشتغل عليه بدون وقوع اي مشاكل، هذا الضغط اللي انت تشتغل عليه الماكسيمم سيرفيس براشر من اللي وفره لك او من اللي اعطاه لك؟ اعطاه لك اللي هو الكيك تولرنس فاكتور، والكيك تولرنس فاكتور اللي هو جاي من الكيك تولرنس، كميه الغاز اللي اشتغلت او اللي طلعت واللي هي مسموح لك انك انت تشتغل عليها وتدير عمليه تدوير عندها ضغط معين شكل معين ما تتجاوزش، لو تجاوزته راح تصير في مشاكل تكسر طبقات وتصير في مشاكل حتى للطول. انا مهندس كتر خير دكتورك، شكرا حضرتك. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله، كيف حالك استاذ خالد؟ بخير الله يسلمك هندسه، الحمد لله. بغيت عندي سؤال يعني جانبي يعني شويه على الموضوع اذا معليش. تفضل. عندي أسئلة فيما يعني في المعادلات المتعلقة بالحسابات الكلمات أو الكيك لما يطلع عنا غاز، يعني حسابات الحقلية، يعني إذا ممكن توفرها لنا بالوحدات المترية في المحاضرات القادمة، المعادلات والحسابات يعني. هنسة أنت راسلتني، أنا كلمتك مرة في محاضرة سابقة قلت لك راسلني عشان نحول لك
الحسابات المترية بس ما رسلتنيش. رسلت لك، بعثت لك في التليجرام وفي الواتساب. واتس لا، الواتس انا ما طلعش عندي الحق، انا نشتغل اكثر شيء واتس من شغل التليجرام، بس ابعت لي اليوم على الواتس، ابعت لي شويه على الواتس عشان احول لك، انا احول لك البرنامج ونحول لك كتالوج، بس البرنامج لما نحول لك يحاول انك انت تنصب على الهاتف النقال، لو ما تنصبش عندك يبدو انه في مشكله في البرنامج نفسه لانه اصدارات. لكن ناس سؤالي، انت تبي برنامج موشوف عشان تشتغل على الوحدات المترية، عندك خيارين، يا الداتا اللي عندك، الداتا اللي عندك هو الوحدات المترية، تبي برنامج مثلا النواتج تكون بالمتري الطريقة هذه، بالنواتج بالمتري، واذا اذا في انواع اخرى يعني اللي عندك ارسلها لي وخلاص، يعني ايش كل اللي عندك ارسلها. فهي ليش ما تجربش مثلا، يعني عادة لما نحول لك الجدول بتاع الوحدات، ليش ما تجربش مثلا انت تحول مثلا عندك انت الطول بالمتر حول لقدم، واشتغل في الوحدات العادية الاويل فيل، وبعدين اللي يطلع لك رد حوله للمتر، ليش ما تشتغلش بالطريقة هي؟ لأنه يعني جربت أخدم بهذه الطريقة من قبل، بس ممكن الحسابات تتفرق، يعني ممكن مثلاً لما تحسب الفوليوم أو أي شيء يعني آخر، ممكن بالبارل أو بالمتر كيوبك يدخل لك النتائج شوية يعني مش يطلع لك أرقام مفجعة، صح؟ لما جيت تحول من تحول من أويل في الجونت للمترك يطلع أرقام كبيرة كيف تفجعك شوية، لكن هو الغالب طبعا المهندسين يدروا فيها. لكن حاضر، على الواتس ابعت لي رساله الان، ابعت لي رساله عشان نحفظك على الواتس، وان شاء الله نحولها لك اليوم. اوكي اوكي، شكرا استاذ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله ممكن توضح حساباته مفهومه، لكن المفهوم نفسه المعنى شنو هو؟ ماكسيمم سيرفيس بريشر. ايش المفهوم؟ ماكسيمم سيرفيس بريشر اقصى ضغط تقدر تشتغل عليه، او اقصى ضغط متوفر عندك عند السيرفيس. لما تكون انت فوق الخزانات كنت بتدير اي بروسيجر مسموح لك الضغط كذا، هذا الضغط ما تتجاوزش. يعني لما تجي تبي تضخ المد بتاعك، عندك كل مد ويت عندك ضغط معين تبي تضخه، مسموح ما تتجاوزش هذا الضغط. اقصى ضغط تحصل عليه نتيجه لخروج الغاز مثلا هو الضغط الهواء، هذا اللي بتحسبه. تمام، مشكور. تمام. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله. شكرا على المحاضره القيمه والمعلومه رائع. الله يسلمك استاذ. عندي سؤال بخصوص ما هي العوامل اللي تتحكم في الشوت ان بروشر، شوت ان كيزنج بروشر. تمام، كيف عوامل؟ قصدي ما هي اللي تتحكم لك في هل يكون انه شوت ان كيزنج بروشر كبير ام صغير؟ هو انت ها، هو ما هوش الشوت ان كيزنج بروشر، هو ناتج، هو مضاعفات في قبل مرض صار، في قبل مشكله صارت. فانت قولي العوامل اللي تتحكم في الكيك، او تتحكم في البلو اوت، او تتحكم في الويل كنترول. لكن الشرط الكيس البراشر شنو هو؟ انت عندك ضغط، يعني انت عندك منظومة تحفر بيها، الضغط فيها مثلا متساوي، خش انو اوت 1500 بي اس اي انو اوت. لما طلع علي غاز، تخيل بالطريقة دي، لما طلع علي غاز، جزء من الغاز خش للانيولر، وجزء من الغاز، الانيولر هو مقصود به كيسين، لانه فوق راح تلقى فيه كيسين، والجيج موجود في كيسين. فنحن نقول له كيسين، لكن نحن نقصد به انيولر. جزء من الغاز دخل لدريل بايب بشكل عكسي عن طريق النزل، فصار عندك خلخلة في الضغوط، اختلفت عندك الضغوط. ليش الشتن كيسنج بريشر مقدار الهبوط أو النقص اللي صار في الكيسنج أو الأنيولر أكثر من اللي صار في الدريل بايب؟ لأن الضربة الأولى جت فيه، لأن الغاز أول ما طلع في الأنيولر، لأن الأنيولر كبير مقارنة بالإنسايد بتاع الدريل بايب، فراح يكون الانتشار الغاز في الانيولر اكثر من انتشاره في الدريل سترينج، وبالتالي دي يكون هبوط الضغط اكبر. والرقم هذا 1050 مقصود به هبوط الضغط، مقصود انهيار الضغط ومقدار هبوط الضغط. دي ما يكون الكيسنج اكبر، ليش؟ لانه ظهور الغاز فيه هو
هو اول وقبل وقبل الدريل بايب الغاز في الانيولا اللي هو الكيسنج راح يطلع بشكل كبير وراح ينشر بشكل كبير ومسافه كبيره وبالتالي راح يكون تاثير الغاز في هذه المنطقه اكبر وراح يصير في دروب في الضغط في الكيسنج اكبر منه في الدريل بايب. سد قبل قلت انه حتى الكورنت مدويت انه قادر تاثر على شوت ان كيسنج بروش الكيرنت مد ويت قادر تاثر ثاني قادر تزيد في الشوت ان كيزنج بروش. لا المد ويت القصدي به لما يبدا عندك الحفر نورمال يعني عادي المد ويت يبدا عندك مثلا مرتفع من القيمه المطلوبه راح يسبب لك في حدود كيك او انفجار او تكسير للطبقات لكن لما يصير عندك الكيك ويصير عندك اغلاق للبير الشيء طبيعي ان المد ويت عندك راح خلاص يعني تو نحن لما نجو كل مد ويت لما نحسب المد ويت القاتل لما نبي نقتل بير او الاجراء انت في الديره لما يصير عندك كيك تسكر البير وتبدا تخلط في مد جديد فوق على السيرفس او تزيد في المد اللي عندك المد اللي عندك ترفع له الويت عشان تضخه للبير وتقتل بير البير تعادل الفورميشن بريشر. لكن كم هي مقدار الزياده كم راح انت تزيد يعني خليني نقول لك انا كنت نحفر ب 9.5 فاهي وخشيت عند اريا معينه وصار عندي كيك فانا تو فهمت حاجه ان 9.5 اللي نحفر فيها معش تنفع او بمعنى اخر ان الفورميشن ويت او الفورميشن بريشر اللي عندي طلع اكبر من 9.5 فانا راح نزيد شويه في الويت بحيث اني انا نقتل البير. عمليه الزياده هذه ما هيش عمليه عبطيه عمليه محسوبه في قوانين الها خاصه نقدر نحسب بها. من ضمن القوانين انه هو يبي يعني شو بتدير انت تبي تاخذ الويت القديم اللي عندك في البير وبتزيد عليه يعني تبي تعالج الطريقه هيك وانا 9.5 معش تنفع خلاص انتهت لكن الفورميشن بريشر اكثر من 9.5 فكم مقدار الزياده فوق 9.5 مثلا نقوله 10 عشان ندخل مد ويت جديد 10 للبير ونقتل بير بير باه وانا نبي في الكل مد ويت عندك المد ويت القديم تبي تاخذه فتو اي مد ويت قديم نبي ناخذه نبي ناخذ التسعه اللي فوق ولا نبي ناخذ اللي في الدريل بايب ولا نبي ناخذ اللي في ناخذ اللي في الانيولر طبعا الانيولر مش راح ناخذها ليش؟ لان انضربت خلاص خش عليها غاز فراح ناخذ اللي في الدريل بايب اللي هي نفسها راح تكون فوق للسيستم فراح ناخذ 9.5 وندير ندخلها في القانون اللي هي راح تكون كيرنت مد ويت 9.5 في كل مد ويت ونشتغل عليها ونضيف عليها اضافه. ليش انا خذيت الشوت دريل بايب براشر؟ لاني اللي هو الويت اللي موجود في البايب لان لحد ما عارف الويت كم وفي نفس الوقت عارف ان الويت ما صار لهش تلوث وفي نفس الوقت حتى لو صار له تلوث راح يكون تلوث بسيط ومقدار انخفاض بسيط. لكن لما نجي ناخذ الشوت كيسنج بريشر ومرات يصير فيه انخفاض كبير او نشتغل عليه هو يعني ناخذ البريشر هو من قال لك ان الويت كويس قاعد كيف ما هو من قال لك الويت ما هوش يعني انت تقول الويت طاح بنسبه معينه مرات يكون اكثر من قيمه هي فيلغوا في الشوت كيسنج بريشر ويشتغلوا على الشوت دريل بايب وياخذوا في الويت هواء بتاعها. يعني لما انا ناخذ ضغط مقصود به ويت هو في حسابات الكل مد ويت راح تلقاه مستخدم الشوت ان دريل بايب بريشر يقسم فيه على 0.052 ويضرب فيه وين ما صار عندك الكيك ويزيد فيه على المد ويت القديم اللي عنده اللي هو اشتغل به. فانت لما خذيت الشوت ان دريل بايب هو عشان تفهم النقطه هي راح نفتح مجال اخر الكل مد ويت شو يساوي؟ يساوي المد ويت الحالي اللي انت تشتغل به مضاف الى الشوت ان دريل بايب بريشر على 0.052 مضروب في تريل ترو فيرتيكال ديبت. يعني خذيت الشوت ان دريل بايب بريشر وحولته الى ويت وضفته للمد ويت اللي عندك ضفته للمد ويت اللي عندك. انت في الاصل الشوت ان دريل بايب بريشر شو المقصود به؟ هو فرق الضغط هو تبي تحوله لويت. كانك تقول لو انا جيت قسمت وفرض طلع لي مثلا طلع لي على سبيل المثال طلع لي 1.5 او طلع لي 1 او طلع لي 2 وانا عندي ويت 9 مثلا 0.5 لما نضيف عليه ال 2 يقعد 11.5 كانه يقول لو نحن حفرنا بويت 11.5 ما صار عندنا اللي صار رو ما صارش عندنا كيك. فالشوت دريل بايب بريشر عباره اني حولته الى ما يعادله الى ويت قسمت على 0.052 في الترو فيرتيكال ديبت وهيك حصلت قيمه الويت اللي كان المفروض نستخدمه.
الويت اللي هو العادي انفورميشن، قضيت الويت هذا وضفت الكيت من الويت اللي عندي في السيستم فوق الخزانات. بس لما تمشي للبايما قال لك ان الويت هذا صحيح، وما قال لك ان تو اثناء انت قاعد تحسب لازم تشرف الانيور كلها وقيمه هبطت من جديد، فيبدا فيه مجازفه انك انت تاخذ ونضيف الكيلنت مود ويت اللي عندي فوق في السيستم. هذا في الكل مود ويت راح ناخذه، هذا في حسابات الجيولوجيه والجيوفيزيائيه، حسابات نفطيه، حسابات مهمه ضروري تكون عندك على الاقل حتى تخش بها امتحانات القبول. راح نشرح هندسه الموضوع هذا بالتفصيل، شو الفرق ما بين الشط دريل بايب براشر والشط الكيسنج براشر والعوامل اللي تاثر فيها في الحسابات ان شاء الله.